وعليكم السلام الأخ عبد الخالق، أخ عبد الرزاق، أخ سفيان، رضوان. المهم معذرة للإخوة، حبيت باش نجرب الجهاز تاع الكمبيوتر، ولكن للأسف الشديد فيها بلوكاج الجهاز تاعي عيا. المهم نديرو البث المباشر بالهاتف حتى يفتح علينا ربي. المهم الإخوة والأخوات، حبينا على الجل باش نتناقشوا مع بعض حول التصريحات هذه المستفزة نتاع الموالات ونتاع القيادة نتاع الجيش من هذا الحراك الشعبي ومن الانتخابات الرئاسية بشكل عام. إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا معنا من خلال الهاتف النقال يطلبوا الإضافة، وإن شاء الله كل مرة نمر واحد ودليو بالآراء تاعكم. قبل ما نبدأ في هذا النقاش، كما تعرفوا باللي كاينين ناس مكلفين بمهمة، وهذا الناس درك بمجرد هو أنه يبعثوا لهم ميساج يجيو ويبدأوا هما يسبوا، يبدأوا يسخروا، يبدأوا يضحكوا، يبدأوا هما يمارسوا في النذالة نتاعهم، لأنهم ناس مرتزقة وبالتالي ما تردوش عليهم، خلي عليهم يقولوا وش حبوا، ما تردوش عليهم. وفي المقابل حاولوا أن تركزوا على الموضوع. شوفوا ترى نبداو بخونا أحمد، نجي إليكم إن شاء الله بالوحدة. يا الله يا كريم. واش راك يا استاذ؟ لاباس ولا أهلا الأخ أحمد، واش حوالك؟ واش راك يا استاذ؟ صافا لاباس؟ والله لاباس، لاباس الحمد لله. كاش زبيطي كاش. ياك شفت الزبيطية؟ انا ما ناكلوش الزبيطية يا صاحبي، جهنمة. والله اللي بغى أها، ياكل جهنمة ياكل زبيطي الزبيطية. جيت بوسعادة وبسيلة. بوسعادة يا صاحبي يشوقني، هي الزبيطية جهنمة، عذاب مش ماكلة هذه. عذاب. عرفني واحد المرة، دي راك لاباس. واحد صاحبي من ايه بوسعادة، ايوه عرفني ايه وانا ما نعرفوش انا هذا الزبيطي. خلاص في الثمانينات كنا طلبة هكذا نقراو في تاع السياحة هذيك، ايوه عرفني ايه يا اخويا عدت نعرق. شفت ياك، والله عذاب العظيم مش عدت ماكله، نعرق. عذاب ايه عذاب. واش الاخبار؟ لاباس ولا والله لاباس، شركتي يا صباح. والله رحمة ربي. واش الاحوال؟ واش راك تشوف في هذا الخارجات هذا رانا تاعك؟ نتفرجوا استاذ، والله لا رانا نتفرجوا. واش نقول لك؟ الخلاط كثر. انت والله اللي قلت واحد الكلمه قبيله، واحد اللايف درته برا ايه، في الموضوع نتاع كثر كثر الكلام وكثره يعني كما قلت الحراك هذا، الحركه كانت عفويه من جهه الشعب، ولكن الجماعه بغات تتبناها، خاصه شي اللقاء تبناوها اللي ما داروا. حبوا يسرقوا هذيك التضحيات. ايوه بغاو دي تورنيوها، بغاو دي مو تورنيوها. حتى مواطنين، حتى مواطنين، يا واحد عمرك لا شارك في حياته ولا في تجمع ولا في شفت مسيرة ولا في اسمه، يروح يدير لك تصويرة مع هكذا، مع يدخل هكذا في ايوه لافول ولا هذيك، يدخل ثم مع الجماعة راهم ثم، يدخل ثم يدير فيها كاش سيلفي هكذا، فهمت؟ جستمو ايوه يدير لك فيها كاش ما سيلفي هكذا ثما، ومن بعد يجي هو يظهر لك، يجي يقول لك اروح على يقول لي الشارع بطل، سي محمد، اروح انت يا صار مجاهد أو ثم يلا. يقول لي ايرو، يقول لي ايه ايرو. ايه هذو الناس بصح دائما. استاذ، غير انا بغيت ان ناخذ رايك في الموضوع، في موضوع برك انا، باسكو على بالك كثر كثر التوسويس سلام. في هذه الايام، كثر التوسويس. يعني الانسان دوك يكون حذر، يعني يكون حذر بزاف في اتخاذ القرارات وفي التحليل تاعو. الموضوع نتاع نكاز وميسوم وغاني مهدي، ومع على كل حال ما همش لاحقين للمستوى نتاع رئاسة، والشعب على بالك شعبنا احنا عاطفي بزاف، به جهل في جهل، يعني ما لحقش المستوى السياسة، لأنهم الله غالب ما عندهمش وعي سياسي. الشباب الله غالب، هذاك هو العرف تاعه، واحد عنده 25 سنة
الازمه الجزائريه عندها 50 سنه، هو عمره 25 سنه، واش بقى يفهم في هذا الموضوع؟ خاصه الى عاد البيئه نتاعو نتاع بحال العامه، بحال راك عارف يقصر في القهوه، ما قرا كتاب، ما قرا، عندوش يعني اللي قرا في ليكول وخلاص. يعني شهاله محاشاك المصطلح هذا اللي راني نهضر به، مش مصطلح نتاع جماعه، مي هفهم واش يقولوا له، هذا نكاز بالشعبيه وبندير وبندير وبندير. بار كونتر لو كون يجي واحد لاحق المستوى يجي يتناقش معاه يسكتوا بقى، ما عنده ما يقول. احنا يلزم ما نروحوش بالعاطفه، ما نحلوش بالعاطفه. احنا واش عطاك من الكاس؟ وروني الحاجه اللي عطاها لك من الكاس. واش عطاه هاني غاني مهدي؟ واش عطاه سبيسيفيك نقولوا دار كلون في الاخر، في على الاقل شارك أودي وعارض. شوف نقول لك الله الأخ يحفظك. عبيد، شوف نقول لك كيفاش القضية كيفاه. درك هادو ايوه الشباب عندهم تسمى كيما نقولوا التسرع، تسمى يحب حاجة مباشرة نروح ليها. لو يا كنت رحمة، مثلا كما راهو طبعا عشرة. صريح راك، هو بالنسبة ليه ايه روح ادخل امشي وامشي ادخل في الحركة هذاك، ولا انت راك واسمه راك شيات كيما راهم يردوا، راك في الكاشير، راك سيستم، في مع جماعة كان يقول لك الكاشير. كاشير. ايه ما خليني عرفوا كمل، واسمه نتاعهم هاد الناس هذو. شوف نقول خليني لك، كمل هما لك ما شوي. عندهمش تجربة، ما عندهمش معرفة سيستم وعدين بالسياسة، ما راهمش فاهمين النظام، ما راهمش فاهمين الألعاب تاع النظام. انت لما انت تجي تحب تفهمه ولا تحب انت تشرح له، هو راهو يعتبر فيك باللي انت راك تثبط فيه، وراك انت راك ضد التغيير، وانت راك ضد كذا، وانت راك كذا. هذا هذوك راهم ناس معارضين، وهذوك راهم ناس في الميدان، الور كو هو ذوك الناس راهم مدينو للواد. جوستومون. خليني نكمل لك سؤال تاعي يا استاذ، ومن بعد نعطيك الكلمه باش تعقب لي عليها، على الاقل ندو فكره تكون في المستوى. الموضوع يعني تاع اللقاء اللي داروه اليوم في وهران، انا حسب نظرتي وراني باغي نشوف اللقاء اللي داروه في وهران، ويعني لا كوميدي اللي دايرها هاد الايامات. نكاز راهم حكموني لا بوليس، راهم داروا لي لا بوليس، راهم جيناوني لا بوليس. انا بانت لي باللي يعني كاينه ناس وراهم، يعني تكون في السلطه ولا في بلاصه اخرى، كاينه ناس وراهم راها تدفع فيهم، لانهم هما راهم درك. واش قالوا بعد اللقاء تاعهم اللي تلاقاوه في وهران؟ قالوا باللي لازم نكونوا نهار السبت ولا جمعه، نهار لو برومي مارس، اللي مش عارف حاله تاع لو برومي مارس، قالوا نهار لو برومي مارس نكونوا في المسيره. يعني انتوما ما راه انتوش كنتوا ضد المسيره قبل لو 22، كنتوا كونتر هاد الشيء، وكانوا قاع ينادوا بالسلم وخلونا من المشاكل، ودركا كي نجحت ولقاو يعني كاين رد فعل مليح يعني هذا المسيره، هما قالوا باللي نروحوا نشاركوا فيها. على ما شاركتوش النهار الاول، يعني انتم تركبوا الموجه. وانا نظن حسب رايي الله اعلم باللي الناس هذه كاينه ناس وراها، كاين ناس وراهم، يعني هما اللي خلاهم بغاو يصنعوا منهم دي ايرو، يعني ابطال كيما النكاز. راها كاينه ناس باغيه تصنع بطل يكذب على الشعب. شوف لا نقول بوليس، لك، كيفاش لا بوليس تجيب لك العسكر، تحبسك لا بوليس في لوطور وتجيب لك العسكر؟ الحكومه جات تشهد الناس باغيه تصنع منك بطل، الحكومه جات نو النظام نو هذا نو باغي نو يصنع نو بطل. نو 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 يفولي هذه يا نو 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 خاطي، شوف نقول لك، هو الله لازم أعلم. الإنسان يفرق بين الناس. هذا غني محدو وحده، هذا غني مهدي، وهذاك سبيسيفيك وحده، وهذا رشيد نكاز ايه وحده. كل كل واحد واحد عنده الاستوار تاعه. هذا التوجه رشيد بتاعه، نكاز إذا التوجه فيه ناس راهم من الخارج، من الخارج بتاعه. هما اللي راهم يقيدوا فيه ويحاولوا، هو انه شافوا راهم يتبعوا في النفسيه نتاع الشباب. للاسف الشديد اغلبيه نتاعهم كاين منهم اللي ربما مره في حياته ما قراش كتاب، وكاينين الناس اللي ربما راهم طلبه جامعيين ولا ناس هكذا، يعني اللي راهم شباب هكذا، ربما عندهم طموح ولا كذا، وكارهين يعني من حماس. هذا النظام، كارهين من هذا النظام، حابين يشوفوا وجوه جديده، حابين يشوفوا طاقات جديدة. وبالتالي درك هو جا في الوقت المناسب، فهمت؟ جا في الوقت المناسب. لو كان راهم نقولوا مثلا كاين ناس تحركوا، يعني تخيل مثلا لو كان جيت مثلا انا راني في الجزائر وراني نتحرك وراني نتكلم، وراهم كاين شباب اخرين اللي راهم يحملون مشاريع وكذا وراهم يتكلموا، هذو
ما يبانوش، ولكن ما دام انت تما خليت الساحه، ما دام الساحه هذو مخليينها بطبيعه الحال، لو الناس راها تحوس على وجوه جديده، تحوس على خطاب جديد، تحوس على افكار جديده، تحوس على كذا. درك هذا رشيد نكاز وراءه ناس من الخارج، وراءه داير جمعيه مستغل باين العاطفه نتاع بعض الاسلاميين والتي هم يجمعوا في الدراهم وكذا. درك هو الهدف نتاعو ماهوش الانتخابات، راني قلتها انا منذ وقت بعيد، الهدف نتاعو ماهوش الانتخابات، هو درك جوستومون، على باله بروحه باللي ما راهوش رايح يفوت، لكن ما هو يفوتش راهو مستحيل. يستغل هذاك في الاحباط تاع الشباب، لا هما قاريين دستور ولا فاهمين الشروط نتاع الانتخابات، بالتالي درك هما راهم يعتقدوا باللي راهو رايح يترشح وكذا وراهم يمشيوا معاه، وكاين ناس اللي هما راهو طماعين، تسمى واحد راهو يحوس في باله باللي راهو يهضر مع واحد مليونير وكذا، وراهو يعتقد من انه راهو رايح كش ما اسيدي على الاقل اش تعاونوا في الفيزا، فهمت؟ كاين ناس اللي راهو يحوس يخرج والله يحوس كش ما يلقى جوستومون طريق والله، فهمت؟ يمشيوا معاه على هذا الاساس، كاين شباب قال انا نعاونك وانا كذا وانا كذا، هو يستغل فيهم، يستغل في هذيك العاطفه نتاع الشباب من اجل خدمه ناس اخرين. درك هذا غاني مهدي، غاني مهدي هذا راهو دخل في هذا المعترك، يتلون. عنده اسم وعنده طريق واحد اخرى، لكن الان تاكد لانه خلاص الوقت، تاكد باللي ما يقدرش يجمع التوقيعات. تما تشوف ليش ما دوك يجمعش راهم كاين بعض من الناس، انا شوف نقول لك انا راني مريت بهذه الانتخابات الرئاسيه، راني كنت ممثل نتاع احمد طالب ابراهيمي في 99، ونعرف الناس كيفاش تجمع التوقيعات، او التوقيعات راه مش حاجه سهله. ما هي سهلة، والله ما هي سهلة. دوك انت تشوف ناس درك انت يبانوك باللي راهم في 2000 ولا 3000 والله، ولكن في واقع الامر معك 20 ولا 30، قاعد كما قلت خاطر نصهم هذوك قاطع. الناس اللي راهم جاو ما راهمش كامل هازين بطاقة الانتخاب، ما راهمش كامل مسجلين، ما راهمش جاو على جال باش يوقعوا لك، جاو من اجل الهول، ناس كارهة يشوفوا بعد. مدمرة من النظام كذا، حابة تتكلم، حابة تعيط، حابة تصرخ، عندها طاقة راه مخبية حابة تخرجها كذا. درك هو يستعمل في هذيك الصور، وما راهوش يهضر مع الجزائريين، هو راهو يبعث في صور للخارج، فهمت؟ جوستومون راه يبعث في اذا راه صور كاين وزن، للخارج، قال هاني انا وهاني انا وهاني انا وهاني انا، كاين وزن يعني. فهمت؟ درك هذاك واسمه هذاك غاني، هذاك استوار واحد اخرى، هذاك استوار واحد اخرى، وهذاك ميزوم حاجه واحد اخرى. دوك هما تاكدوا باللي ما راهمش رايحين يفوتوا في المجلس الدستوري، لو كان درك مثلا هما ما جاتش هذه نتاع المظاهرات، كانوا رايحين كل واحد كيف راه يدير، فهمت؟ كل واحد كيف راه يدير، واحد هم قطعوا له الاستمارات، واحد هم ضربوا له واحد من ايوه، صحابه، كل واحد يجيب واحد سبب، كل واحد يجيب قصه يروح يقطع له ورق ويقول لك يجيب هم سبب. قطعوهم لي، فهمت؟ كل واحد كيفاش يدير قصه. لكن باش درك يمنع هما تسمى لما تباغتوا بهذا الخروج تاع المسيرات هذه، خلاص هذوك راهم كانوا يدعوا للمشاركه في الانتخابات الرئاسيه، قالوا كي تشوفوا نتيجة تاع هذه باش نهضروا. ايه كانوا ايه يدعوا للانتخابات الرئاسيه، وكانوا يمشيوا ويقعدوا في الشباب وكانوا يتحركوا وكذا. درك الان هما لقاو رواحهم اورجو، سوا درك هو انه يلتحقوا بالركب من جهه على جال باش يغطيوا على الخيبه نتاعهم، لانه خلاص كان هو يعتقد باللي راه رايح يلم التوقيعات ما لمهمش الملف نتاعو ما راهوش كامل، وعلى باله باللي المجلس الدستوري ما راهوش رايح يفوت، وراني قلت انا في تسجيلات راح سابقه يرجع، باللي راح كاين ناس يرجع. اللي ما يامنوش بالانتخابات. دونك دوك هما من جهه على جال باش يخبيو هذيك الخيبه هذيك، لقاو الفرصه دركم باش يتغطاو بها، يدخلوا للحراك على جال في اعتقادهم باش منهم دوك زاد لقى الفرصه على جال باش يتقدم الصفوف، قال مادام راه ما كانش الناس اللي تاطر اي يلا ندخلوا حنا نتفاهموا حنا ونوليو حنا نديسيدو، فهمت؟ هذا هو، نوليو حنا نديسيدو ونوليو حنا نقدو على صحيح، الشعب، هذه هي. جوستومون لكن هما هذا راهم واش بغاو يهيئوا في يديروا. الارضيه، يهيئوا في الارضيه
الناس اخرين. غديري هذاك راهم كانوا جوستون يخطبوا فيه، ما حبش يمشي معاهم، فهمت؟ او ما حبش ما يمشي، جاهمش سيفري، هو عنده لو سوتيان تاعو، عنده الدعم ما تاعو من حبش جهه واحده يمشي اخرى. معاهم باسكو علاش؟ هما في اعتقادهم دركا قال لمك التوقيعات واش تعطي لي، فهمت؟ نعطيك 20 ألف توقيع ولا 10 آلاف توقيع ولا واش تعطيني؟ واحد راهو يعتقد كما باللي قلت يصير وزير ولا، المهم ايوه، يحوس على حاجة. اطماع ولا طموحات، هو طموحات مش هو راهو عنده نظرة واحدة أخرى. هو راه من الأول، من الأول قال باللي أنا نكمل. راني نحوس نطلع على طوفان شعبي، وأنا راني قلتها في التسجيل الأول اللي درته للتحذيرات للشباب، قلت لهم باللي يا يا ودي هذا الناس اللي راهم دوكا راهم يتحركوا، هاهم راني قلتها قبل ما تخرج المسيرة، التسجيل راه مازال موجود. هذه والله هي. حقيقة كاع سي أستاذ، غير بغيت نقول كلمة معليش للواحد الغاشي هنا، معليش ما ياك اسمح تعمرش لي. راسك بيهم، ما تعمرش راسك بيهم، لا والله والو، غير كلمة ماهيش ما فيها والو، ما باسكو الناس تهضر تستطيع معاهم واش والو، خلي عليهم، خلي عليهم يهضروا واش هنا يحبوا، خلي عليهم، هذو شباب ناس والو، كاين مكلفين شباب، بمهمة، فهمت؟ ناس لا لا مكلفين خاطي، بمهمة، ما كاين تعمر شباب والله راسك لا بيهم. متحمس ظفر الهضرة تاعو متحمس خلي يا عليه، شباب. خلي هذا عليه، هذا شوف الهضرة شباب هذا، شباب هذا تهضر ولا تقعد؟ خلوكم من الكلام العصبية، تاعك داخل منه خلينا خارج نهضر مع منه. الناس اللي هما شوف نقول لك، لو اللي كان ما يمكن مازال يتخبطوش فيها راسهم، شوف لو كان ما يتخبطوش الراس تاعهم في الحيط ما يتعظوش، النهار اللي يدخلوا الراس تاعهم في الحيط فيما بعد يبداو سيفري، يفيقوا. ما تديكمش الحماسة وخلاص، الحماسة ما تديكش، هذا هو. والإنسان يخليه من العصبية لأنه نكاز ماهوش منزل من السماء، يغلط وغيره يغلط وكاع الناس تغلط، يعني ما تتعصبش، العصبيه راهي ما تجيب والو. راه الانسان كي يفتح راسه يخليه من نظره ضيقه، يعني يشوف من فوق، يتفرج من فوق، رينيسياليزي روحك وتفرج من فوق، يبان لك الصح. يعني انا مانيش عدو نكاز والو، احنا رانا الناس تحوس على المصلحه نتاع البلاد، وتحوس على حل اللي يرضي كاع الاطراف. يعني الراي اللي راه يهضر عليه الاستاذ نور الدين خبابه، راه ما يقصيه لا نكاز لا والو، هو راه يهضر على نكاز بصح ما يقصيش نكاز، كلامه راه مشروعه ما يقصيش يا نكاز، وما سير، يقصيش ما يقصيش حتى واحد، لانه كاع الناس عندها الحق سير، تشارك. أنا راني ننتقد في هذه الممارسات اللي هي راها تخدم في العصابة وتخدم في النظام، والدليل في ذلك راهم دوكا ضيعوا الفرصة نتاع 2014، وزايدين يضيعوا في الفرصة نتاع 2019، وكل مرة يجي حركة نقول لهم يا ودي لعنو بليس، راها محاولة نتاع إجهاض للتغيير، كل إنسان يروح وحده، كل إنسان يحب هو يتزعم، راهو رايح فيما بعد يفشل عملية التغيير. احنا نقولوا لهم باللي يا ودي هذا لعنو هو بليس، راكم تضيعوا في الوقت، ارواح الناس تتلم وتروح تمشي واحدة واحدة، وهما كل مرة يفشلوا عملية التغيير، راها دوكا من 2011 وهي هكذا، كل مرة يجربوا مع ناس، كل مرة يجربوا مع ناس، وقعد اقعد تبع في الريح. ما هيش تجربة كما قلت، الناس لازم قاعدة تتقبل. احنا كاين ناس لا تشوف فينا باللي مع بوتفليقة، والله اللي سوي كونتر بوتفليقة من النهار الاول اللي جاء، والله جيتي كونتر بوتفليقة والله ما فوتيت عليه، والله غير جيتي كونتر بوتفليقة يعني. بصح والله العظيم لو كنت تشرب عقلك وتكبر غير شوية وتكبر عقلك، تفهم باللي هذا الكلام راه بمعناه، ماشي كلام نتاع فلان وفلان، هذا راه سي نور الدين خبابة ما هو حتى واحد، وانا ماني مع حتى واحد، والله ما العظيم تهضر والله معهم وربي واسمح سبحانه لله شاهد، ما هو حتى يسلم واحد عليك، شاهد. يا ولا تحلف لهم، ما النية نحلف لوجه لهم الله، انا ولا روح الله يسهل عليهم، انا على باليش بجدوك يعمل ما انا فهمت، باش يفهم باللي الناس انت رانا ما ما ناشيش يا حتى يفهم الواحد، الله والله غير يخبط النية راسه الحيط، والله لا على بالي به، فهمت؟ يا يفهم الله يخبط راسه الحيط، خبط راسه الحيط ويزيد يدير الزرنا واسمه، ما على باليش به، انا يجي انا دوك، انا ذا يجي قلت يحاسبني، يجي كيف يدخل ما يحاسبني يحاسبنيش، به قلت باش لا يحاسبني، به غدوة يا ما أستاذ، راه على نعيش بالي عليه. التسجيل يبقى، الناس وغدوة راهم يعرف روحه باللي معروفين، غلط. معروفين بالموقف نتاعنا من هذا بوتفليقة، راني كنت ضده انا في 1999، بالك ربما كاين منهم اللي ربما راه ما كانش مولود خلاص، يجي انت مازال درتو ما على زالش كما جلبش قلت لك، انا يفهمني باللي انا راني، يخلي عليهم الناس مرضى، كاين شوف كاين اللي مرضى، مرضى مرضى هذو لازم لهم استشفيات نتاع امراض عقلية، كاين الناس اللي راهم حقيقة يشوفوا باللي حقيقة الكلام هذا، الكلام هذا راهو ثقيل، كاين اللي راهم يعتقدوا باللي الكلام هذا ثقيل، بصح انا راني شغل هذاك جاش على تضربه الهواء، تعطيه للدماغ، تعطيه للدماغ، كل مرة تضربه للدماغ
باش يفطن بالذمه، استفزاز نضرب فيه للراس باش يفيق، خطر لا ما يفيقش هذا. هاو البارح كنا نقول لهم باللي ودي راه بنكاز، راه يبيع لكم في الوهم، راه يبيع لكم في الريح، راهم كذا، روح تبع ودوكا تجي روح زيد امشي مع واحد اخر، جرب زيد جرب واحد اخر، امشي. هذو لازم لهم عصبية، كتبيات، هذو عصبية ايه ضيعتنا، فهمتش العصبية هذا؟ ضيعت كساوت الراس. حنا راكبين روسنا، ماذا بينا يا ودي يا غاشي؟ اسمعوا وكما يقول المثل العربي، كل الكلام بأذني، كولوا الكلام كولوا، ماشي غير تستناها باغي يصبن عشبن، راها الرئاسيات ماهوش وقتها. ماناش نقولوا اقعد بوتفليقة، لا لا، يروح مرحلة انتقالية، الرئاسيات ماهوش وقتها. ماناش نحوسوا على زعيم، ماناش نحوسوا على زعيم، ما فهمتك. اناش نحوسوا على رئيس، خاطش كي تمد انت الصلاحيات هذه اللي راهي مديولها. نحوسوا على دستور جديد، نحوسوا على دستور جديد. الدستور هذا راه دار الرئيس صلاحيات ديكتاتوريه، ديكتاتور راه ماهوش رئيس، راه ديكتاتور يا ناس. نكازو كان تعطوه هذه الصلاحيات راه يدينا للهاويه يا ناس. يا الناس شوفوا هذه قلت لك غالي، روحوا يجربوا ناس برا، شوفوا يروحوا يجربوا ناس يطرحوا له أسئلة نتاع الصح وشوف الجواب تاعهم، ما فهمت؟ عنده، ما يجاوبش، هو ما والله يحبش لا يجاوب يهضر، يضحك. خلاص ما يحبش يهضر، يعرف غير تصاوير ومن روح الحاجة روح منه وقاعد من ثم يلعب ايوه على الوسمو. لكن روح العاطفة، اسأله، هو لا تسأله بعيدا عن الكاميرا، ممكن بالك يجاوبك، لكن أمام الكاميرا أمام الناس روح سقسيه، سقسيه على الملف تاع الحركة، فهمت؟ والله سقسيه على الملف هذا تاع الأقدام السوداء، سقسيه على ما القضية تاع يعرفوش، إسرائيل، فهمت؟ سقسيه على الملفات ما يجاوبكش، الحساسة، يهرب لك، يهرب لك منه، فهمت؟ يهرب منه. سقسيه على هذه القضية تاع بابا، أنت تقول له بابا راهو مشارك في الثورة، واسمه هو يقول لك كان خالي كان يبيع لهم في الدخان ويديه للمجاهدين. ايه تطرح جوستومون، له سؤال منه هو يفنتيك يهرب لك منه، يعني انت تقول له باللي يهرب. ايه كاين راه كاين كاين ما عندكش تسهيلات، قانونيه على جال باش انت تترشح، وهو يجبد لك حاجه واحده اخرى من هنا، يهضر لك على السرقه، تهضر له على واسمه تقول له علاش ما تهضرش على الجنرال توفيق، هو يقول لك جيب لي الملف نتاعو ونهضر عليه، خمس يا ودي راه عندي انا ولدي صغير عنده 3 سنين، يقول لك البلاد كاع راه تسرق، على باله بهذا السوجي هذا، الناس عارفه كاع. شكون اللي مش عارف الجزائر بلا كاينه سرقه؟ كاينه كوريبسيون اللي عرفناها الجزائر هكا مبنيه. ثم ما هوش باغيين يقنعوا باللي البلاد ما خصهاش رئيس يا ناس، خصها دستور يتبدل. ما خصناش رئيس، رئيس ما نعطوهش هذه الصلاحيات، كيفاش نعطيها انا الانسان؟ ما نعرفوش نعطيه هذه أحمد، الصلاحيات، يصوبها أخ للوالي. أحمد والله دير يا خويا مداخلة جزاك فيما الله خيرا. يتعلق بالوسم بهذا النقاط اللي أشرناهم، ونحاول إن شاء الله نعطي الكلمة للإخوة، وكل واحد ياخذ 5 دقائق، واعذروني الإخوة، ايه ما كل واحد ياخذ خمس سير دقائق فري طول. ونحاول إن شاء الله هو أنه نمر لكم كل واحد نعطي له فرصة على جال باش يتكلم. المهم فيما يتعلق بالموقف هذا نتاع الجيش من هذا الحراك الشعبي، التصريحات هذه نتاع الجيد صالح، وكذا التصريحات هذه المستفزه من طرف هذو نتاع الموالات، لانه الان كما يقولوا راه القدره هذيك راه تغلي، عوض هو هي انه هذا تخوف. الناس، انا دوك لما نتكلم، انا دوك راني نتكلم، انا حر، انا واحد ما راهو يحكم فيا، فهمت؟ عندك الحق ما يحكم فيا لا جماعه نتاع بوتفليقه ولا هذو نتاع الاحزاب ولا الحراك الشعبي، انا راني قلتها والله لو كان ينوض الشعب كامل، ماشي 10,000 ولا 100,000 ولا مليون، شعب كامل 40 مليون ضدي، والله ما نمشي تحرك لي بقناعتي، شعره، نمشي بقناعتي، 40 عندك الحق. مليون ضدي والله ما تحرك لي شعره، لاني موقن باللي هذا هو الطريق الصح، عندي يقين باللي هذا هو الطريق تاع الصح، هو الطريق نتاع الحقيقة المصالحه، فهمت؟ هذاك هو الصح. شوف أستاذ، التصريح هذا اللي داروا قاعد صالح اليوم يا ودي، بحال كيما القذافي، هذاك الخطاب نتاع التخويف، تعرف رهبكم، مانيش سامع بكم. هذه هي كلمة واحدة ما استعملش المصطلح تاع القذافي، صح، تاع جولدان وكذا، صح، ما بعدش منها. يعني هذه تاع الجماعة اللي راهي تشعل وكذا وكذا، شي تهديد هو الخطاب تاعه، هدد. والجماعة اللي راهم يشعلوا في النار، يعني السكرات، واحد في سكرات الموت راه يردح كيما الكبش كي تذبحوا، يعود يردح، يبين القوة تاعه، يبين. وهم المسيرة كانوا باغيين يديروها لو دو، راهم الغاوها ضروري، عارفين باللي ما هما راهم يستفزوا، يعني يشوفوا في ممكن وين راح خايفين من تروح. الكونفرونتاسيون،
خايفين من المواجهة، ايه واش نقول؟ باسكو المواجهة ايه يا ودي ما راني قلتها. ياخذولهاش، ما ياخذولهاش مشكل، ولكن هما قلة، راح يبان فيهم الديفوا، قلة شكون صح اللي باللي قلة؟ المؤيدين قلة، مش راك كبار بزاف غلط يا لاحقين أستاذ، المشكل راك يا غلط في ودي يا حسابك. أستاذ. الكبار ما يخرجولكش، الكبار ما يخرجوش يا أستاذ. هما سيفري خايفين من الاحتكاك، ولكن مازال الأغلبية، راهم شوف يستفزوا. الأغلبية تاع الشعب مازال ما تحركتش، أغلبية تاع الشعب كامل راها تتبع، مازال ما لقاوش الموجهين الصحيحين، وما لقاوش برنامج اللي هو في فعلا يوحد الأمة، واسمه الأغلبية راها تمشي في هذا الاتجاه للأسف الشديد. نعم احنا ما محايد، عندناش كما نقولوا الوسائل الإعلامية القوية اللي بحيث هو أنه الخطاب هذا يمشي ويتوزع على كل منابر، فهمت؟ حقيقة صح أخويا أستاذ. شوف واحد من الجماعة اللي باغي يطلع، يا بارك ربي الله يبارك فيك يا فيك، أخي، شكرا للأخ أحمد. ربي يسلمك. شوفوا ترى الأخ عبد الخالق، المهم الإخوة كل واحد ياخذ 5 دقائق ويدلي بالرأي تاعه في الموضوع. السلام عليكم، وعليكم السلام، أهلا الأخ عبد الخالق، كيف حالك أستاذ لباس؟ الله يبارك فيك. وش تحكي بالنسبة لنا إلى الأخ عبد الخالق؟ شق الموضوع الأول وهو تصريحات المسؤولين المستفزة، سواء اللي هم داخل الجهاز الحكومي أو الأحزاب الموالية، راه مسلسل. يعني هو يعني داروا هذا النظام وراه يبدل في الأدوات، ابتداء من السعداني جمال ولد عباس وهذا معاذ بوشارب، فبالتالي هما أصلا راهم يؤدوا إلى يعني اشتعال الوضع ويؤدوا إلى زوالهم، كما جاء في الآية يخربون بيوتهم بأيديهم. فبالتالي راهم مع الفساد اللي هو صاري مع الوضع المتعفد راهو يعني يستفزوا الشعب. فبالتالي نحب نطرح سؤال، يعني راهم يعني حابين الجزائر تشعل أم يعني تصريحات غير مسؤولة؟ فبالتالي على المواطنين ألا ينشغلوا بهذه الأمور، راهي حملة موجهة لإلهاء الشعب عن الوعي العام وعلى الوعي الصحيح، سواء بالأحزاب الموالية سواء بالصحافة، هذه صحافة الاستحمار والصحافة هذه اللي تنشر في التضليل. فبالتالي هذا الاستفزاز يعني مرسوم ومخطط له من أجل يعني تضليل الناس ويعني استفزازهم من أجل يعني بقاء السلطة ومن أجل يعني أمور أخرى. أما بالنسبة إلى الشق الثاني من الموضوع وهو يعني مسألة الجيش، الآن يعني موقف الجيش كما يعني واضح لدى الجميع، يعني إلا من يعني ما على باليش أنا يعني أعمى الله بصيرته أو شيء، يعني هو على رأس قيادة على الجيش القائد صالح، هو راه ماشي مع بوتفليقة، أعلنها من قبل وأعلنها اليوم وسيعلنها. فبالتالي يعني اللي راهم يعتقدوا بلي أنه القائد صالح سيغير، إلى حد الآن راهم يعني يتبعوا في السراب ويتبعوا في الأوهام. أما للمستقبل فبالتالي الجيش سواء القيادة أو الذين يستطيعون التغيير الكوادر والشخصيات راهم بغض النظر سواء كانوا مع بوتفليقة أو غير مع بوتفليقة، راهم أمامهم فرصة تاريخية لكتابة التاريخ ولقيادة تغيير حقيقي. فما الذي يمنع يعني أن يعني ينحازوا إلى الشعب ويسلموا المشعل إلى الشعب ويضمنوا تغيير حقيقي ويستدعوا شخصيات لم تتورط في الدماء ولم تتورط في المال العام، فبالتالي يستدعوهم ويعني مع معارضين مثلا ومع شخصيات ويحاولوا أنهم يعني يمشوا إلى حوار وينحازوا إلى الشعب. أما الخطابات هذه اللي سمعناها من قايد صالح وغيرها راهي تأجج في الوضع وراهي تؤدي، فبالتالي الجيش لو لم يحتوي هذه المسيرات ويستغلها لصالح الشعب ويقلل من الخسائر، راهي لا سمح الله ولا قدر الله تتحول إلى كارثة. هذا هو رأيي باختصار أستاذ، وخلي الكلمة نعم للإخوة الآخرين. شكرا للأخ عبد الخالق. شوفوا تراك شنو واحد من الإخوة الآخرين. شوفوا هذا الأخ خليل. المهم الإخوة دوك نجي لكم بالواحد إن شاء الله وتكلموا كل واحد يدلي بالرأي تاعو في الموضوع.
يا الله يا كريم، أخ خليل مرحبا بك. تفضل الأخ خليل. ألو، الو، السلام عليكم. وعليكم يا السلام، مرحبا بك الأخ علي. هكذا واخويا شبيت مرحبا. نقول لك مع من راكم في كل عهده؟ انتم راكم مع شاكم تهضروا بالموضوع اللي راكم تهضروا فيه شو ولا سمع، ما عليك تكتب الموضوع. واي الموضوع تاع راكم تهضروا فيه تاع العهده الخامسه ولا أنا نحكي على الموقف ها؟ تاع الجيش، الموقف تاع الجيش من هذا الحراك الشعبي هذا، والاستفزازات هذه اللي راح تقوم بها الأحزاب هذه تاع الموالات. ومدى بين بلاد تتقم وتبدل، زعما تبدل، يتحركوا الشعب كل شيء يتضامن مع بعضه البعض، اخطر ما كانش يقول لك من الحامين يا خناز يفدوهم ماليه. سمعتني؟ ومدى بين البلاد تسقم، راه ترى فيها والدينا وراه فيها موالينا، راك هذه الناس كل تعوش عليها، هذا ما كيما انتم واحد ما بلاد راه البلاد، ضد احنا ما هذه الناس كل راه واه احنا معاها. هذا ما انتم واه واه ولكن ايوه ان شاء الله هذا تمني تمني يا الاخ علي، تمني هذا ما يدير والو، فهمت؟ واه. تمني والله انا غنتمناوها، نتمناو بلادنا باش تكون جنة، نتمناو بلادنا باش تكون زينة صافي البلدان، نتمناو بنا على بلادنا باش تكون هي، ولكن التمني وحده ما يدير والو الاخ علي. ماذا بينا بلاد تستقم تولي مليحة ويقلعوا علينا هذا العهدة الخامسة، ما أخطر ما شنا وكان نوفل ما كان سمعتني؟ هذا ما نطلبه من السياده، من الوزاره، من شونجمون. دي فوا يتهود دي المطار تاع وهران، بلا ما نحكي لك، عندي دي فيديو مزيان قاعد مصور، ما سي با ما تنجم حتى تشوف الكسم، ما كاش تغير. انا ديجا صافي دو زون هو تعاود، طلعت صافي دو زون لو ميم شوز، ما با الشوك ما قالعينش في الطريق ومن سي با. يا رب يجيب الخير. ديزون دو ترافاي خدمها في الجيش، على فان كونت راه يخدم تاكسيير، مي سافا. مهم الشونجمون تاع البلاد، حنا ماذا بيناش البلاد تتقم، حنا ما احنا ضرينا وجرحنا وجرجرنا، ومهم احنا لا جوناس تاع البلاد، رانا باغيين البلاد تتقم ان شاء الله، تجي نبدلوا الرايس، وانا ان شاء الله راني معاك، سمو مع رشيد نكاز. انا رشيد نكاز كون عندي وضعي تسمى هذا كله على جال باش تقولنا سمعتني؟ بلي راك معاه نكاس. فوالا بلاد لا نحوسوا على البلاد، لا رانا نحوسوا على نشوفوا، البلاد، مالناش نحوسوا على الاشخاص. رانا نشوفوا المستقبل تاع البلاد. فوالا شكرا يعني الاخ علي. بارك نمر الله لواحد اخر نشوف، ترى الاخ هذا بلال كل مرة نحاول نطلع واحد الإخوة. قضية المحتوى، كل إنسان والاستيعاب تاعه، كل واحد وش راه عنده من معلومات، وكل واحد وش عنده من خزان. الأخ بلال مرحبا. مساء النور، أهلا، مساء النور. مرة تكلم فينا الأخ بلال؟ أريد أن أقول ألم؟ على تصريحات جيش الوطن الشعبي.
ايوه تفضل. تسمع فيا مليح؟ نعم تفضل، من راك تكلم فينا الاخ بلال؟ تصريحات من ولاية شلف، شلف، مرحبا تفضل. أظن تصريحات فريق قيد أحمد صالح تصريحات واضحة ليه، نقول لك ليه، قال أطراف تريد التدخل وعنده صح، حركة مواطنة هذه اللي تمشي مع الغديري اللي راهي باينة باللي راهي مع الغديري، خرجت للشعب، حنا نقول لهم باللي حنا ولاد الشعب وحنا اللي خرجنا، رانا رافضين جميع الأحزاب السياسية، رافضين سياسة النظام، ما يجيش أي واحد ويتبنى هذه الفكرة ومن بعد يضمها لصالحه، ربما راه يعني هذا الشيء. في الوقت الراهن حنايا كمواطنين نرجو تأجيل الانتخابات، يديروا جمعية شاملة يضموا جميع الأطراف السياسية والأحزاب ممثلين الشعب، ويأجلوا الانتخابات ويتفقوا على الموقف اللي بيديروه ويعدلوا الدستور، ومن ثم نهضروا على الانتخابات. في الوقت الحالي لا يوجد شخص مناسب لرئاسة الجمهورية، نفضل عبد العزيز بوتفليقة كما هو، وما يجي ولا رئيس من هذو اللي راهم مترشحين. ممكن تعترضني في الرأي، لا أحد يصلح، أنا مانيش لا مقتنع شخصية بحتى بارزة. واحد، فهمت؟ أنا مانيش مقتنع بحتى نحن واحد، وأنا متفقين، من رأيي رأينا أنت تأجيل الانتخابات، أنا منذ البداية، نفضل فهمت؟ الوضع، نفضل الوضع يقعد كما هو برئيس كما هو، وما تروحش بلاد الهاوية، يديروا لا لا تأجيل لا 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 لا، مش ويتفاهموا مع فاهم. بعضهم. شوف نقول لك الأخ بلال، أنا هدرتها تسجيل تاعي راه مازال منشور، وكاين تسجيلات اللي ربما نحيتهم ولكن موجودين عندي. شوف قبل خلاص ما يعلنوا هذه نتاع الاستدعاء نتاع الهيئة الناخبة وكذا، قلت لهم باللي القضية أنا كنت مع هو أنه تؤجل الانتخابات منذ البداية، وهذا قبل الحل ما يعلنوا الوحيد، على الاسبوع. خطر علاه؟ درك في هذه الأجواء اللي راها موجودة، في ظل عزوف يعني رهيب في الجزائر، كاين مجموعة نتاع أشخاص اللي راها مرعبة. أنا دوك نعطي البلاد، نعطيها النكازة يا ودي، قسما بالله غنروح نهز السلاح، والله غنروح نهز نفضل، السلاح. أنا هاي قلت لك نفضل الرئيس بوتفليقة كما هو، وما يجيش واحد من هذا. نروح نجي انا نعطي البلاد، النكاز، ولا الاخر، ولا هذاك تاع سبيسيفيك. يا صاحبي يا صاحبي، بلاد كامل تاع اطارات تاع كفاءات تاع كذا، يجيك تما كيما يقول لك في البلاد تاع صام صام صام، وفطر على حبه بصله. حنا بوتفليقه حتى حنا نحوسوا على واحد اكثر، حوسوا على واحد راهو في مستوى اكثر، عنده شخصيه، عنده انسان، عنده كما يقولوا رصيد سياسي، انسان مثقف، انسان عنده سمعة طيبة بين الناس، إنسان معروف بالرصيد نتاعو التاريخي، إنسان ولد عائلة ما شاء الله. نحوسوا على الجزائر هو أنه تروح يجيب لي أنت السيد راه كان في فرنسا البارح ودوكا من بعد، يلا ترشح ما ترشح، حتى رجل منا ورجل منا، وخوه هاك تشوفيه ذاك النهار هو في إسرائيل، هاو ما عندهاش أيامات خوه. نعرفهم بالواحد، نعرف جميع المترشحين نعرفهم بالواحد، الشعب فايق، الشعب واعي، حتى الحزب الحاكم، حتى الحزب الحاكم اللي يحاكم الآن عندهم شخصيات بارزة قادرة تقود البلاد، واحد يقول الحق. كيفاش؟ في الحزب الحاكم عندهم بيان سور، شخصيات هذا بارزة امر قادرة مفروغ تقود منه، البلاد. هذا امر مفروغ منه. الحزب الوحيد اللي هو عنده شخصيات هذه، انا دائما نهضر، انا راني ضد النظام، والشعب ضد رغب، البقاء نتاع والشعب النظام، رغب، ولكن ما في نفس زال الحزب الوقت عنده شعبية كبيرة. ما نحب الموضوعية ونحب الواقعية، فهمت؟ تذوق انت لما تجيب لي انت ذوك هذا نكاز، هذا والله هذا غني مهدي، والله سبيسيفيك، والله من هذا اسمه، تقارنوا لي انت مثلا بالخادم، رغم انه اختلف معاه في كيف اسمه في بعض الامور، ولكن عندهم شخصية، هذا اللي نقول لك ما باللي عندهم نقارنوش شخصيات بهم. بارزة، عندهم ايها بالخادم، عندهم تبون، عندهم حتى مواد بوشوارب هذاك الجان هذاك، ويصلح
ايه بيان سور، لو كان تخيروا تخيرني بين هذا، بين هو وبين كازن، راح نخيره نورمال. قلت لك انا انسان نحب الموضوعيه، فهمت؟ انا مانيش انسان تاع اسمه. أنا وهنا ثاني درت إنسان هذا الناس موضوعي. هذا القضيه، شوف نقول لك، هي منذ البدايه قضيه تاع الانتخابات كانت راح تروح لهذا الموصل هذا. هما لو كان من الاول قال مثلا دير فيه تاجيل الانتخابات، ولكن تأجيل الانتخابات لا يكون من أجل التأجيل، من أجل إيجاد حل حل نهائي وسط جذري، يا حل جذري للأزمة الجزائرية. لخطر لو كان ما يتحلش هذا اسمه، ما تحلش هذه الأزمة، نبقاو في حلقة مفرغة، وتبقى تبقى هذه الأحقاد وهذه الضغائن تورث جيل بعد جيل. راك تشوف انت عند أني واحد اليومين ولا 3 أيام يتكلم فيها واحد الحقد على العرب، وواحد الحقد على بومدين، وواحد الحقد على، يا ودي ما تقدرش تتصور، خلاص فهمت. الجيل بالتالي تاع دوك دروك، حنا الجيل تاع دروك، حنا الجيل تاعنا ما عندنا حتى قبايلي، خويا الشاوي، خويا الصحراوي، خويا قرن خاوة، قرنا تحت علم واحد، وما نبغوش بلادنا تتقاس. وهذو اللي راهم يسبوا في بوتفليقة، حنا ماناش كونتر بوتفليقة، ولا بوتفليقة موش مليح، إنسان كبر أعيا بارك الله فيه، شي قدم البلاد، واحد ما ينكرش الجميل تاعو، واحد ما يقولش، ما يكذبش، يهدر شكاين. كاين شوية حرية، شوية ديمقراطية، شوية الجزائر بدات تبان، تنحت سمة الإرهاب الجزائري، واحد يقول صح، دار الشي اللي قدروا دار. وراك تشوف انت واحد في دارو وما يقدرش على ولاده كامل، هذه حقيقة. الناس قالت للرئيس بلي ما يقدرش يترشح، انا نفضل يديروا تأجيل الانتخابات، يتفاهموا، يعدلوا الدستور، هذا ويخرجونا هو من ذي الرأي الورطة. الصحيح، هذا هو الرأي الصحيح، الرأي الصحيح. أنا راني قلتها منذ مدة، الرأي السليم والرأي الحكيم لإبعاد الجزائر من حمام نتاع الدم ومن مأساة واحدة أخرى هو تأجيل الانتخابات. أخويا خليه عليه يموت يرتاح، أجل الانتخابات. هو راهو مش هو اللي راهو يحكم، راهم الجماعة هذو اللي راهم معاه، خوه الناس اللي راهم مضايرين به، بالإضافة إلى قيادة الجيش. هذا راهو أمر واضح بالنسبة للناس السياسيين. يا والشيء خويا الثاني نتمنى، هذه الناس تؤجل الانتخابات، فهمت، وتتخذ إجراءات، تتخذ إجراءات للتهدئة، تهدئة الأوضاع. أولا إطلاق سراح مساجين اللي راهم دوكم أدخلوا السجن بالتهم تاع السياسة. الناس اللي راهم في الخارج من اللاجئين تعطى لهم الجوازات السفر تاعهم، فهمت. ومن بعد الناس تفكر في ندوة، مؤتمر، أنا نقول مؤتمر من أجل النهضة بالبلاد. مؤتمر هذا الناس تشارك فيه بدون إقصاء، وتشارك فيه الناس. لا كم قال مثلا الدولة مثلا قال عندهم هما الإمكانات مثلا يسهروا على الجانب التنظيمي واللوجستي وهذيك، وتشرك هذه في هذه الندوة وفي هذا المؤتمر الناس اللي راهم عندهم وسمو في المعارضة. ناس راهم وراه دوك انت دوك انا تسمع مثلا واحد كيما هذاك وش اسمه المحامي هذاك بوشاشي، والله ما كاينش كلام تاعو فيه مضرة، والله انا نشوف فيه معارض للنظام، ما نشوف فيه حتى كلام تاع مضرة للبلاد، بالعكس كلام تاعو راه يخدم البلاد. سمع لك هذا عبد الرزاق مقري، ما كانش حتى حاجه اللي راه تضر البلاد، راه بالعكس راهو كلامه راهو يخدم في البلاد. ما شفتش انا من هذ الناس اللي راهم دوك هما يعارضوا في النظام، راني نشوف فيهم انا بالعكس اللي راهم كاين منهم اللي راهم هما دوك مثلا يساندوا في النظام، ساندوا في النظام، ولكن ماشي بحاجه منطقيه وحاجه موضوعيه. يا صاحبي مريض، ليه راك تكذب وتبلعط؟ ليه؟ لماذا؟ كذب وتبلعط. قال له ودي راه مريض وراهو خلاص الله غالب، ولكن راهو كاين فريق راهو ينشط وراهو يخدم وراهو كذا وراهو كذا. كلام موضوعي. تجي تقول لي انت قرار سيد رئيس الجمهورية واستقبل سيد رئيس الجمهورية، جيب لي انت الناس على بالها باللي راك غير دير في فوتوات ودير في دي فيديو هكذا، يحكموه 2 سوايع ولا 3 سوايع وما يعذبوا فيه، على جال باش يديروا نتاع مونتاج نتاع يعني خدمنا في الاعلام ونعرفوا الناس كيفاش
كيف تتصور وكيف تركب وكيف هكذا. يا سيدي تقعد انت زوج شويه انت تعذب فيه من اجل باش انت تاخذ مورسو فيه 30 سكوند، وتجي انت تمر للناس على واش تحسب الناس بقري ولا الناس تعرف. هام دوك تشوف انت ناس دوك في الاذاعه يا صاحبي، اذاعه خارجين يقول لك باللي كفى، جماعه فلان فلان يقول لك باللي كفى وراك رايح. هذو الناس اللي هم معاك قادرين غدو يخرجوك جماعه داخل الجيش، والله العظيم اذا كان بقات الامور كما راها هكذا قادرين غدو يخرجوك جماعه داخل الجيش والله غير برصاص. تقدر تطيح مع واحد متقر في راسه يستعمل احنا اي نتمنى الجيش يبقى في بلاصته، احنا نتمنى الجيش يبقى في بلاصته. قاعد صالح عنده في راسه انسان حكيم وعنده قياده حكيمه والله اعلم. شمن انسان حكيم يا رجل هذا، انت هذه التصريحات هذه راها قادرت لها بالبلاد. اش بك يا الانسان حكيم؟ كون جا انسان حكيم هو راه يعرف، هو راه في جهاز واش يعرف واش يعرف واش يعرف؟ قال له يعرف، قال صراحه يعرف بس نعطيك تفاصيل. واش يعرف يا رجل؟ لان ابليس انت يا انت درك شوف نقول لك، هذا راهو عمليا راه هو وزير الدفاع. انت واش دخلك راك تقول باللي راهو الجيش راهو مبتعد السياسه؟ واش دخلك؟ كاينه حكومه راها موجوده، فهمت؟ كاينه حكومه، كاين وزراء راهم موجودين، كاين حراك شعبي. انت دوك كي تقول لي انت درك هذا وزير دفاع، هذا مش سرجال ولا كبران ولا جندي، وزير دفاع يقول لك دوك. انا كي نقولها انا مواطن، انا قلتها في تسجيلات عندها قبل ما يجرى الوسم نتاع المسيره هذه نتاع 22 فيفري، قلتها قبلها، قلت باللي راها كاين فيه جهات وكاين كذا. لما نقولها انا، ماشي لما يقولها وزير الدفاع، انا لما نقولها بناء على معطيات راني نشوف انا من خلال المقالات ولا من خلال تصريحات نتاع ناس قال مثلا في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في صحف، والله نبني انا قناعه من خلال المعطيات كذا وكذا. يا وانت اذا كان كنت وزير الدفاع ما على بالكش شكون اللي راه يخطط؟ يا روح تبيع، نقول واحد الكلام كبير، روح وزير الدفاع ما على بالكش شكون اللي دار المسيره. الله اعلم، هو عارف جهات خفيه. يا ودي روح ممكن على روحك وزير دفاع، ممكن يبغي كيف ما هو على بالو ان نكون وزير دفاع. ثم نعرف جماعه هز جدو يلا روح حطو في الوسط. بالك مبغاش يخلط البلاد، شو منها مش خبا خلط البلاد؟ ايه تخلط البلاد لما انت تقدم واحد هو راهو على كرسي مقعد، هو راهو يحتضر وانت تقدمه. وتخلط، فهمت؟ قال له اسمه عاوز يخلط البلاد. تا واحد رايح يموت قال ودي ها هو القرار الحكيم، تأجيل انتخابات الظروف، قال مثلا تاع انعقاد هذه الانتخابات ماهيش ظروف صحيحه، وهذا الناس اللي راهم دوك مثلا تقدموا مثلا هذا اللي راه ما كانش الناس اللي عمروا العين وكذا، وحنا ما راناش في دوله نتاع ديمقراطيه وراه قال وعي كبير. والله لما نشوف انت ناس انا راهم يمشيو مع الكازو يمشيو مع الاخر مع سبيسيفيك وحاسبو تسمى خلاصك انت على واش راك ترحي 20 سنه هاك تشوف النتيجه اللي وصلت لها. سبيسيفيك راه يطلع لك رئيس، هاي 20 سنه تروح تشوف مصالي الحاج هذا اللي كانوا الناس يتهموا فيه بالزعامه، شوف شخصيات اللي خرجت، شخصيات كبيره، احمد مهري، شخصيات كبيره 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 خرجت من في الحزب نتاع الشعب، تكوين اغلبيه نتاع الناس اللي راهم كانوا منخرطين. والله وريني ترى انت شخصيات اللي كونتها، جبت لي سعداني وجبت لي ولد عباس وجبت لي واسمه طليبه وجبت لي خالد بو نجمه، هذو هما الشخصيات اللي انت تواجه بهم. هذو هما الشخصيات اللي تواجه بهم.
قال لك بصح كاين شخصيات، وين كاين راهم؟ شخصيات في الحزب بارزة ولا ما كاينش؟ وين راهم هذوك؟ راحوا الاولين، فهمت؟ هذوك ما همش تاعك انت، يا ما همش تاع بوتفليقه هذوك. صح. وريني معليش الشخصيات. نسألك سؤال، وريني الشخصيات معليش اللي نسألك جابوا سؤال، بوتفليقه، جابوا بوتفليقه، وريهم. معليش نسألك سؤال، الحزب الحاكم فيه شخصية تصلح البلاد ولا ما فيه؟ الشخصيات اللي موجودين كلهم من الحزب القديم، فهمت؟ اللي يتسمى فترة نتاع بومدين، وفترة نتاع واسمه نتاع مهري، وفترة نتاع محمد صالح يحيوي وكذا. ما مش تاع الجهة تاع عمار سعداني، ونتاع واسمه نتاع ولد عباس، ونتاع هذا هذوك اللي تهضر لي عليهم انت كامل من الحرس القديم، فهمت؟ هذوك تهضر لي كاينين موجودين، موجودين هذوك. احنا شنو نتمناو؟ الجيش يقعد في بلاصتو، يأجلوا انتخابات، والجزائر تقعد بخير. يا اخويا ماذا بينا حنايا؟ احنا هذا واش رانا نحوسوا؟ احنا ما ناش باغيين تخلاط، ما علاش حتى احنا ذني مش حاوسوا على التخلاط، فهمت؟ احنا نحوسوا ماذا الامور باغيين تخلاط، تبنى ماذا على باغيين اساس دم، صحيح، ماذا باغيين الجزائر تستفيد. فهمت؟ نحوسوا على الامور تبنى على اساس صحيح. المهم ان شاء شكرا الله. للاخ، شكرا للاخ بلال. نشوفوا ترى كاش واحد، شوفوا ترى هذا الاخ مختار. يا أيتها الرؤوس المقفلة، ساعة ساعة نقرأ التعليقات على بالك تقول أنت. يا ربي ارحمنا يا ربي. أخ مختار مرحبا. أخ السلام مختار. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ مختار؟ وهران. مرحبا الأخ مختار، وهران. تفضل الأخ مختار. بغيت نعلق على هذيك الإنسان هذا اللي كان يهضر دروك، تفضل. قاعد يهضر في واحد الهضرة على واحد راك تسمع فيها يا استاذ. راهو كاين شغل تقطع شوية هكذا، تفضل. ولا روتار في الصوت. احنا البروبليم اللي راه في البلاد دروك، في بروبليم في بوتفليقة ولا في الساعي، المشكل راه كبير. على نعم، متفقين. المشكل دروك هو كان يهضر دروك يقول باللي كاين ناس دروك راهم في السلطة يصلحوا باش يكونوا راك تسمع فيها أستاذ. راهو كلمة تجي وأخرى ما كانش. الانترنت واحد. الو، هاني نسمع فيك، تفضل. الو، المهم يبدو هو انه الوسم نتاعك موش مليح. شوفوا ترى الاخ هذا أسامة. أخ أسامة، يبدو هو أنه الخط نتاعك راهو ثقيل. راني طلعتك
المهم أخ أسامة، شوف ترى معاه آخر، شوف ترى مع هذا هشام. كل مرة نطلع واحد الإخوة، كل مرة راه كاينة قائمة، كل مرة نطلع واحد اللي لقيته الأول نطلعه، ومن بعد كي يكمل نطلع اللي بعده. هاني طلع دوك هذا الأخ أسامة ما كانش، الآن هاني طلعت هذا الأخ هشام، ما نعرف للأسف الشديد الأخ هشام راهو رفس المداخلة. شوفوا ترى مع هذا فاتح، المهم الإخوة كاين بعض الأسئلة توجههم لي كنت أجبت عليهم، وما نحبش كل مرة نعاود نكرر في نفس الكلام. خلاص صاي، وش رأيك في فلان، وش رأيك في فلان، وش رأيك في فلان، أجبت على الأسئلة هذو عشرات ومئات المرات. خلاص شوفوا ترى هذا عمار، أخ حميد قلت لي يجيبها لنا من مؤتمر صمام مروح، راهو كاين تسجيل راني نشرها في اليوتيوب، ادخل اكتب من مؤتمر الصمام إلى مؤتمر الجزائر واسمع، هو فيه وقيلة قريب ساعة، اسمع عمر راسك شوية. شوف ترى هذا الأخ صالح، واش هذا داروا لنا حجر في الطريق ولا قدام الواحد دوك ما يقدرش يطلع. ايوا الاخ صالح مرحبا. وي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك الاخ شيخ صالح، منين تكلم فينا؟ مصطفى، ايه وستيف اخويا من طنجة والله. الله عيل حجر، ايه عيل الحجر، واش راك صفا؟ والله بياس ولا عليك. عيل الحجر، عيل الحجر، عيل الحجر، عيل الحجر، كان معايا واحد في الارمي راح لي الاسم نتاعو الثمانينات، هاي الحجار كانت تعرفها، تابع دائرة عين الزين ولاية الطيف. كان معايا واحد في البحرية في الأرمي، أي عندي الله الصورة يبارك، نتاعو، راه مازلت عندي الصورة نتاعو لدرك. المهم واش راك الأخ الله صالح، يبارك، والله صافا سؤال عليك. واش تقولنا في الانتخابات هذا؟ واش راك تشوف والله الصالح هذا نتاع القيد صالح ونتاع هذا الأحزاب هذه، أحزاب هذه والله اللي يا الشيخ، يسمونها رانا حيرين فيها المصير تاع الجزائر، وراه رايح فهمتني، صوبة الرايح. حيرين في المصير تاع الشبيبة تاع الجزائر، وراه رايح مصير غامض جدا جدا. انت واش راك شايف في البلاد؟ كشما حل، كشما حلول؟ حلول كاينة، فهمت الحلول كاينة، والمشكلة فين؟ هي في الإرادة فقط، هذا ما كان. الشعب حلول راهو كاينة يعاني، موجودة، إيه الحلول موجودة، المشكلة في الإرادة، هو أنه هذا الناس اللي راهم في السلطة ما مش قابلين هذه الحلول. تلي الحلول موجودة، علاش؟ كاينة الحلول موجودة، قادرين نهضوا بالاقتصاد وننهضوا بكل القطاعات اللي راها موجودة في البلاد، السياحة، الفلاحة، الرياضة، الإعلام، الدعوة، التربية، الصحة، الصناعة، فهمت، التكوين، قادرين ننهضوا بكل القطاعات. المشكلة وين راها؟ في الإرادة. هذا الناس اللي راهم هما في السلطة مش حابين. تذوك لما تشوف لي انت ذوك هذا واحد يقول لي القيد صالح حكيم،
فاه الحكيم هذا فاه كيت صالح، هذا لا يصلح لقيادة الجيش، هذا رأيي أنا، على بالي بلي الكلام تاعي مر، لكن هذه هي القناعة اللي عندي أنا. القايد صالح لا يصلح لقيادة الجيش، كاين ما أحسن منه ثقافة وفكرا وعلما وتجربة. يا تفضل. شيخ، شيخ كنت وليت تحسب على القايد صالح، شوف تحسب على اللي راهم حاكمين مثلا سيد السعيد، انسان قاري ومثقف. وش من جيب قاري قاري ومثقف وشيات، هذا وش دير بها؟ بصح شوف هذاك الكلام يهضر فيه، انت السلال الرئيس الاول، مش الكلام يهضر عندي فيه. من دير بها. شوف هذا ذوك اللي انت ذوك واحد كيما عمار غول، راهو قاري ومثقف، فهمت؟ قاري ومثقف، راهو انجينيور ولا انجينيور ديطا، ولكن لما تسمع الكلام تاعو نتاع واحد راسه فارغ. ماشي غير واحد فريد، واحد العشرة ولا 15. ايه اش قضية نتاع شهادات، قضية نتاع وعي. دوك انت مثلا نعطيك كمثال، في الثورة العربي بن مهدي وش من جامعة قرا فيها؟ الله يرحمه، وين مصطفى بن بوليد وش من جامعة قرا فيها؟ واللي كانوا معاه كامل وش من جامعات قراو فيها؟ وش من جامعات؟ ولكن الوعي نتاعهم رغم انهم شباب، لكن الوعي نتاعهم هذاك ذكراه مدرسة، مدرسة يدرس في الجامعات. القضية مش هي انت عندك شهادة، عندك شهادة راك قريت انتايا في جامعة نتاع كامبريدج، والراس نتاعك مبوقل. بصح الشيخ مش للدرجة هذه، ماهيش للدرجة هذه. هذه هي هكذا قضية، ما هيش قضية نتاع الشهادة. تلقى واحد عنده شهادة وراسه فارغ ما فيه والو، للدرجة هذا اللي هذه انت يا أخي. درك. ايه هذه هي انت درك، هذا اللي درك انت يعتقد من انه بوتفليقة هو راهو على حافة الموت، يعتقد من انه بوتفليقة هو اللي راح يخرج البلاد وخلاص، لا راحت بوتفليقة راحت البلاد. هذا وش من هذا، راس تاعو مش فارغ. يعني احنا كنا ميتين وحيينا لما جابوا بوتفليقة، وإنسان حيينا. اللي هذاك اللي يهضر هذاك إنسان صغير مازال جاي للدنيا، اللي قال لك نزل علينا ربي بوتفليقة، إنسان جان جاي للدنيا، ماهوش كبير من تاع مثلا من الكبار فوق 60 سنة، وصغير 55 سنة. والله هضر الهضرة اللي ما يهضرهاش مولا عامين ما يهضرهاش. وش راك تهضر؟ هذا هو وش رانا نهضروا. احنا محتاجين رجال كما قالهاش صدام حسين نهار حاكموا فيه في المحكمة هذيك، قال له أريدكم هو أن تكونوا رماح، حوسوا احنا على رجال، فهمت؟ حوسوا على رجال، حوسوا على رجال اللي ينشوا الذبان على هذا الشعب. شو دير به انت؟ هذا واحد عنده دكتوراه والراس نتاعو مبقل، الراس نتاعو ما فيه والو، تروح بالصحراء تجيب لي انت انسان مش ما كان واحد، والو. مش واحد وزوج وثلاثة، راهم كاملين. ايها ماهيش قضية شهادات هذه. شوف نقول لك انا، هذه من التجارب، انا احكي لك من التجارب. شوف نعطيك كمثال برك، والمثال هذا الاخوة مش غير يعني كيما نقولوا الواحد راهو يتكلم كلامه معنى. في 99 لما ترشح احمد طلب الابراهيمي، انا ما كانت عندي حتى علاقه به، كنت ندردش انا واخويا هكذا، خويا الكبير هو كان في جبهه التحرير، كنت ساعه ساعه هكذا نتصارع انا وياه في الدار، نتصارعه طلع حبه طلع حبه طلع حبه. واحد المره قلت له انا انتم هذو جبهه التحرير وش فيكم؟ مازال فيكم بعض الشخصيات هكذا، مهري احمد طالب كذا يحيوي كذا كذا كذا. قال لي هو راح يترشح احمد طالب، ولك كان كراجل عاونه هاي. ومن ثم دخلت معاه، هذه السبه اللي دخلت مع احمد طالب. المثال اللي راح نقول لك عليه، النهار اللي رحت انا على جال باش نهضر مع محمد سعيد، على جال باش انا نجمع له واسمه، كنت باش نجمع في التوقيعات لاحمد طالب.
كي كنت نتكلم معاه ساعة ساعة نقول له باللي راهو معايا واحد دكتور، واحد راهو قاري في الجامعة الفلانية، واحد راهو قاري في السعودية، واحد راهو قاري في الأمريكان، واحد راهو قاري في ديك. خلاني نتكلم، قال لي شوف نقول لك، قال لي نعطيك تسمى هذه التجربة، قال لي هذو جماعة نتاع الشهادات ما تديرش عليهم، قال لي لا عينك وروح للحفاة العرات. هذه قالها لي محمد سعيد، قالها لي في 99، وهذه انا دوك ماخذها واسمه في النضال تاعي. هذاك الانسان الحفيان العريان يمشي معاك بقلبه ورب، فهمت؟ ويروح معاك، لو كان تقطع البحر يقطع معاك. هذاك اللي راهو عنده شهادة، انت جيت تهضر معاه وقول لك اعطيني البروجرام، فهمت؟ اعطيني البروجرام نشوفه، تعطي له البروجرام بعد يقول لك يا خويا يا والله لا يا هي كاينه فاصيله هك، خليت فاصيله لهنا هاي تصححها. بعد يقول لك والله اعطيني نفكر شويه ومن بعد راني خلي لي التليفون تاعك ومن بعد راني نشوف، ويقعد هو يقمبر بيك، فهمت؟ ها انا كي جبت لك قبيل المثال نتاع الجماعه اللي هم داروا الثوره، يا الوعي مش شهاده، فهمت؟ الوعي مش شهاده. تلقى واحد راهو دكتور ولكن سكران ما عندوش الوعي، تلقى واحد زوالي مطحون وتلقاه فايق. تروح انت مثلا لعجيز تعطيك كلمه عجوز ولا شيخ يعطيك كلمة حياتك كاملة انت تحوس على التفسير تاعها. لماذا؟ لأنه علمته التجارب، مش قضية نتاع شهادات. وبتفليقة واش من شهادة عنده؟ شكون هو؟ بوتفليقة واش من شهادة عنده؟ إي بوتفليقة دكتور كان كبير شوية، بوتفليقة عاش في الثورة، تسمى عاش في جينيراسيو تاع الثورة، لا بغى ما عنده دكتور معناها الشهادات. ايه، واش رانا نهضروا؟ قلنا لك احنا القضية قضية نتاع إرادة، فهمت؟ قضية نتاع بصح إرادة وصدق، صدق ماهوش وإخلاص. مسؤول، كون جا مسؤول، كون جا الله مثلا ينور الشيخ. سلالة، كون جا يكون انت انسان، انت الرئيس يكون مخلص، رئيس مخلص ويكون صادق ويكون يتمتع بحنكة، ثم يقدر هو كي نقولوا مثلا يسمع الآراء هكذا، ويقدر هو كيما نقولوا يترونشي، يقدر هو يشوف الرأي الصائب. هذا ما كانش توفر في الرئيس، واش عم بالك انت؟ خطر عليه امور اخرى، هذوك التقنيين هما اللي قاموا بها. قال لك مثلا انا ما عنديش دراية في الاقتصاد، ولكن فيه ناس مختصين في الاقتصاد، والله في الاعلام، والله في التكنولوجيا المختلفة. لكن انت عندك الرأي السياسي، الرأي اللي انت تقدر تحكم به. تضرب قال مثلا درك مثال، راح تدير مصنع، يجيبوا لك ناس دراسات، قال ها هو المصنع هذاك راح يقول لك يستقام لك مثلا ب 100 مليار، الاخر يقول لك ب 150، الاخر يقول لك ب 300 مليار، وانت تشوف السلعه، تشوف كذا، تشوف كذا، وتوازن انت وشكون هو، وش هو الرأي الصحيح اللي انت تتخذه. الآراء درك مثلا، انت درك راهو درك مثلا واحد في السلطة قال درك راهو شوف راهو كاين حراك شعبي راه موجود في الشارع، فهمتني؟ هاو حراك شعبي راه موجود في الشارع، راه كاين فيه معلومات راه تقول باللي راهم ناس راهم حاولوا يديروا مثلا محاولة انقلاب. قال مثلا راه كاين فيه تذمر في المؤسسات نتاع الدولة، وش هو الرأي الصائب اللي انت تجنب البلاد من مأزق هاي السياسة، فهمت؟ مش انت عندك شهادة، عندك دكتور ومن بعد ترد تروح تدخل البلاد في حيط، تجي انت يا احنا رانا معقبين بوتفليقة، واللي حب واللي ما حبش يروح للحيط، يروح. هذا انسان سياسي ما عنده حتى علاقة بالسياسة. ربي يبقي يستر. والحل الشيخ الماستر تاع البلاد كيفاه دوك الحل تاعها؟ حل سنوات احنا نهضروا على هذا الموضوع هذا، فهمت؟
هل هو المصالحة الوطنية الحقيقية مش انت تبلعيط، المصالحة الشاملة في المسائل تاع التاريخ في كل مجالات، مصالحة كما يقولوا يتحط الموتور في الأرض، كانش هذيك تاع البريكولاج ونتاع التطباع ونتاع الهروب إلى الأمام ولا ديك سيفيني. الآن في الوضع هذا اللي الآن رانا فيه بوتفليقة انتهى، خلاص هذه ضربة نتاع أنه يقعد رئيس أو أنه هو يترشح، هذه خلاص الآن الشيء اللي خلي عليه، أنت راهو قاعد في الرئاسة راهو مريض خلي عليه، حبيت تخليه رئيس ولكن الآن تؤجل الانتخابات، ما كانش هذه نتاع العهد الخامسة، تؤجل الانتخابات وهذا ويحيى والجماعة نتاعو يروحوا يسحتوا، تشكل حكومة نتاع وحدة وطنية، وهذاك الدربال كيف كيف يروح يسحت هو والجماعة نتاعو، ونتاع المجلس الدستوري نفس الشيء يروح يسحت هو والجماعة نتاعو، ونتاع البرلمان يروح يسحت هو والجماعة نتاعو، ونتاع القضاء هو والجماعة نتاعو، تشكل حكومة نتاع وحدة وطنية، تبدأ المؤسسات تبنى على أسس صحيحة، حكومة نتاع وحدة وطنية تسهر على انتخابات، فهمت، انتخابات ومن بعد تمشي الناس انتخابات شرعية انتخابات بلدية، ومن بعد تبدأ تتأسس يفتح حوار تشارك فيه كل الناس كل القطاعات، قالها ملي ديفو، فهمت، هاو الخلل وين راه موجود، قال مثلا في التربية، هاو الخلل وين راه موجود في الصحة، هاو الخلل وين راه موجود في الرياضة، هاو الخلل وين راه موجود في الصناعة، هاو الخلل وين راه موجود في التكوين، من بعد تطلع تقارير وتكون هناك نقاشات معمقة من أجل باش انت تبنى دولة على أسس صحيحة، ما تبقى تمشي لي بهذا الهيشر هذا وتبقى انت توسم، واش راح تنتظر به؟ انت دوك راه عندك طوموبيل كريفات لك الروضة نتاعها بدلها، فهمت، وقع عندك طوموبيل تاع عندك الموتور تاعها، قال مثلا كل انت كل دقيقة يا حرن، كل دقيقة يحبس، كل دقيقة طيش جدها دير طوموبيل واحد أخرى، سي با لا فان دو موند كيما قالهاش الجوري. هذوك اللي قاعد يشوف اللي انت فيه بوتفليقة يشوف اللي انت فيه باللي هو واش راح تنتظر منه؟ صار النهار اللي كان صحيح كان يمشي وكان يجري وكان يتنقل ما دار والو، ودركا هو داير له الوسمو يولي شويه شويه منطق. المهم الاخ الكريم شكرا، ربي يجيب الصلح للبلاد، امين يا رب. شكرا الاخ صالح. شوفوا الاخ هذا زكريا، أخ زكريا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. واش رايكم لاباس؟ الحمد لله. اسمحوا لنا بريك قاطعنا الأخ اللي كان قاعد يحكي قبيل. حبينا نحكيو شوية، لقيناكم تحكيو شوية على السياسة، ماذا بينا ندخلوا معكم حتى بأفكار. بنقول لك شيخ، حنا من الناس المثقفين وعندهم دراية بالسلطة والسياسة، كما نقولوا حنا نيفو عالي، مانيش من الناس هادو، بصح راح نحكي معاك واش رانا نشوفو واش رانا نعيشو. حبيت نسقسيك برك، منين انت يا الاخ؟ انا من عنابة. انا تفضل تفضل في الموضوع. ها مدى بينا، لكن احنا نحكيو على رايس فوق، بدينا نحكيو ديريكت، نحكيو على رايس، علاه ما نبداوش نحكيو من تحت؟ تارك تقول الناس كل ترشحت به تولي رئيس، احنا القانون تاعنا يعطيك الحق به تولي رئيس مادام عندك شروط تتوفر، اللي هي لاج 35 والجنسية، وعندك واحد الأمور باينة، أي مواطن يعني بصفة يكون عنده دبلوم يقدر يفوت، فاهم؟ 42 سنة مش 50، 35 من 35 42 هاك، على بالي بلي كاين لاج هذا يدور. صحيح يا شيخ، احنا نبداو نحكيو على إنسان يكون كبير وتقول احنا عنده فكر واعي اللي راه في البلاد،
بصح كاين كفاءات، احنا كي نحكيو على جماعة الدبلومي والراهم، انسان يقرا في الجامعة يقرا 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 ما يلقى بها وين، هنا راهو يحطمك. انسان هذاك اللي كان قرا في البوليتيك، احنا نحكيو على في عنابة برك، نحكيو واش دار بومدين. ترجع للثقافة، كاين غلطات في السياسة اللي دارها، بصح راح نقول لك واحد النقطة من كلمة اللي قالها قبيل الأخ تاع التكنيك والبراتيك. كاين اللي يقرأ وما عندوش خبرة ميدانية، وكاين اللي عنده خبرة ميدانية بصح لا غالب مش وقاري، يخدم بفهامته، يخدم بالشي اللي يجربه. احنا بومدين كي جا اللوزين تاع الحجار، مصنع الحجار، واش قال؟ قالهم البراتيك لازم تكون كاينة حاجة تكنيك، معناها الطالب كي يقرأ مش يقعد يحوس وين يتعلم واش قرأ. خدم بين الجامعة تاع المناجم واللوزين تاع الحجار كاينة مون با كيلو، يعني حاب يقول 600 700 متر، وراك في اللوزين باه تروح دير ستاج تاعك. طلع الجامعة الطب راح النوفال، تخدم سبيطار قبل، راح المستشفى ابن رشد، دشنو عجباتو كي شاف لي سباس قدامه، واش قال لهم؟ قال لهم هنا كاين البراتيك اللي هو المستشفى بحد ذاته، طلب انهم تبنى الجامعة في البلاصة ديكا، طالب يقرا في الجامعة يلبس طابليت، واللي كان يقرا بها يدخل يروح يتعلم. هنا راح نجبدو نلقاو كاينة كفاءات. يرحم والديك، قل لي احنا الشعب عنده 1000 عقلية، انا شعبي وانت شعبي، انا شعب وانت شعبي، عنده 1000 عقلية، نكذبوش على بعضنا. تجيب واحد جامي ساق، تعطيه السيارة تقول له سوق، لازم تنعت له يتعلم بشوي. اليوم يتعلم يسوق سيارة، غدوة يتعلم يسوق سيمي، بعد غدوة يتعلم يبقى عنده طموح أنه يسوق طيارة. أخ زكريا، أدي اسمح موضوع لي نكمل نتاعنا لك. برني صبرني صبرني باش من بعد نوليو الناس يوليو يملوا. احنا نديرو موضوع، التزم بالموضوع. احنا رانا نحكيو على القضية نتاع الموقف المواطنين بالتصريحات نتاع القايد صالح ونتاع الأحزاب السياسية. أني جايك يا شيخ، اسمح لي نكمل هذه الفكرة برك، اللي هو مثال بسيط. هذا الإنسان ممكن تطمح أنك تولي رئيس بلدية، تطمح تولي شيف دايرة، تطمح تولي والي، تطمح تولي رئيس. راك تحكي على بعض السلطة، راك تقول أنت وش قال القايد صالح. القايد صالح راه جيش، احنا رانا عندنا 2 كتلات، عندنا كتلة غربية وعندنا كتلة شرقية، وقاعد نهضر معاك وراني راح نوصل لك الميساج هذا مليح. كاينه كتله شرقيه وكاينه كتله غربيه، كاينه حاجه اسمها ناس الشرق وكاينه حاجه اسمها ناس الغرب. احنا القايد صالح راه من الشرق، اسمعني نهضر لك من الشرق. القايد صالح حكم الجيش، واحنا عم بالنا باللي وزاره الداخليه كامله المول، يعني كما نقول احنا الدراهم تاع الدوله كامله راهي عند، راهي كما نقولوا تدخل في وزاره الداخليه والوزارات اللي راهي عندنا، كل الوزارة تاعها كل مكانش من الشرق. القايد صالح حكم الجيش وهم حكم الحكومة، بواحد المعنى بها نصغروا، القايد صالح حكم القوة تاع الدولة وهم حاكمين الدراهم، وهم حاكمين الدراهم. أنا يا مانيش كنت سيدي نقول شوف خليقة، هاي اسمع، خليني نروح قول معاك انا في لا تيوري تاعك هذه. هاي خليني نروح معاك قول في لي. لا تيوري تاعي هذه نتاع الشرق والغرب، ها وان كان تفضل. انا ما لا اؤمن بها، فهمت؟ نؤمن بها لما دوك مثلا تقول لي انت دوك تجيب لي واحد مثلا من الشرق وواحد من الغرب، وهذاك نتاع الشرق راهو عنده كفاءة، نمشي مع الكفاءة ماشي لانه راهو ما من قلناش الشرق. تاع الشرق عنده كفاءة، اصبرني وما قلناش اصبرني، تاع مشي الغرب معاك في الشرق. هذا الاطار، مشي معاك في هذا الاطار. واش راه روح ينتظر القايد صالح؟ فاش ينتظر؟ واش اعوذك قال؟ يا صاحبي، الشعب راه برا. وفاش ينتظر؟ ها راهو الشعب برا، راه عندك دركا الارضيه اللي انت تتخذ بها القرار. راهو درك ها فيه سيد راهو مريض عاجز عن الحركه، مش قادر ها درك هو يلتقي مع القايد صالح، مجموعة من القايد صالح الضباط كيهضر، ويتخذوا القايد صالح موقف كيهضر اللي راه خفيف راح طويل. يسجلوا لهم التاريخ، يتخذوا القايد موقف ديال صالح تأجيل الانتخابات وتمشي في الإطار اللي احنا رانا نحكيو عليه. من بعد الناس كامل تصفق، قال والله ما شاء الله راهم اتخذوا قرار سليم وراهم جنبوا البلاد مأساة.
ولكن هو انك انت البرمه كما يقولوا راه تغلي بالزيت وانت زيد كب فيها الماء، واش دار فيها القيصر؟ التصريح نتاعو هذا تاع انه نتاع واسمو دوك كان قلتها قبيل الاخ انا دوك لو كان نقولها انا عادي، انا راني حر، انا راني حر كي. يقدر يسمعني دوك انا نتاع الارسيدي، يسمعني نتاع الفيس، يسمعني نتاع حمص، يسمعني نتاع فلان، يسمعني اللي راهو في الجيش، يسمعني راني حر ما كانش. ولكن غدوه لما تكون انا غدوه في نكون انا في موقع نتاع الجيت صالح تاع وزاره الدفاع، لما بقاليش تحليل حلل ونمد رايي، قرار في يدي طبق، ما كانش اللعب شو من انا نهضر نحلل. قال والله انا هذه المساله هذه راه تبان لي باللي راه كاينه مجموعه راه قال مثلا هم تحركوا جماعه نتاع مواطنه هذوك، هم تحركوا جماعه هذوك، هم راحوا ذيك، هم هذوك داروا مقاطعه، انا راني نشم في ريحه نتاع مؤامره، راني نشم في ريحه نتاع. لكن انت عندك المعلومات، ترى عندك قاعه العمليات، ترى تجيك التقارير. شيخ اسمح لي الجهاز دقيقه برك، اسمح لي دقيقه برك، معليش دقيقه، انا حديتك طويل وانت راك انسان ادرى مني، بس كوني نحكي معك وراني نشوف واش راهم يقولوا. راح نقول لك يا شيخ حاجه، كان واحد الرد، هي كان قرار تاخدو هضرو يعني كما نقولوا في نقاش، واش قال لهم؟ قال لهم الجيش مع الشعب، سواء الجيش جنرالمون نحكي بصفه عامه كدرك وعسكر، ورانا نقولوا معليش وسي معهم لابوليس راه مع الشعب، واش يقول الشعب رانا معاه. انذر وقال لهم حذاري ثم حذاري انه تصرى مشكل في البلاد، معناها الشعب قال لك ما نسحقوش بنادم، البنادم هذاك ما نحتاجوهوش، معناها البلاد راح تصير في امور نورمال. نحكي لك الشيخ اللحظه اللي راك تهدر فيها انت درك وتحكي على بوتفليقه، راح نعطيك واحد ثلاثه حوايج مصاريين، مالي النيجر وليبيا. في مالي كاينه قاعده امريكيه، في المغرب كاينه قاعده امريكيه، في النيجر كاينه قاعده امريكيه، في المغرب كاينه قاعده امريكيه. انت راك تهدر الانتخابات، الناس راهي قاعده تخمم في العسكر تاعها كيفاه قاعدين يديروا في لي بوان تاعهم. فهمت الشيخ؟ احنا رانا في مشكل، راني معاك انا درك كلمه. اسمع شوف نقول لك، انا ما تلقى معايا غير السهله، فهمت؟ انا مانيش من النوع هذاك اللي مانيش من النوع هذاك اللي راهو يعارض من اجل المعارضه. احنا راني دائما نقول كاين بعض الناس يقول لك انت ما فهمناكش، راهم كاين بعض الناس يقول لك انت ما فهمناك، لا راك مع السلطه ولا راك مع المعارضه، مانيش معاهم في زوج، راني مع المصلحه نتاع البلاد. دوك انا كي يجيو دوك مثلا انت دوك هذو دوك احنا رانا نقولوا باللي راه كاين التحرشات، كاين اطماع، كاين ماشي الان، انا راني نهضر فيها في 2019، ماشي من 2019، راني عندنا ذوك من نهار اللي صرا هذا الحراك انا سميته بالشهيلي العربي، فهمت؟ نهار اللي سموه الناس بالربيع العربي انا سميته الشهيلي العربي، وتحدثت حتى على قناه فضائيه، الكلام تاعي راه مسجل. الشيخ بان عاود الروح برك، اسمح لي. هو تفضل، يبدو هو انه عندك مشكله في الخط نتاعك. المهم ترى كاش واحد نشوف، ترى هذا حسين، ساعة ساعة يضحكوني واحد الناس هكذا يكتبوا لك على التعليقات يقول لك انت شكون، ساعات تحس والله العظيم تحس فيهم باللي معاقين ذهنيا يعني تاع الصح، واحد جاي لعندك يقول لك انت شكون. تكره واحد ولا ما تحبش تسمعه، والله بدل الطريق روح، راه اسمه في يدك، روح شوف مكان واحد اخر، ماكش محتوم باش تباني، روح عندك النيف نتاع الرجال امشي. المهم الاخ هذا اسمه راني طلعتك، يبدو هو انه المهم كي يطول واحد بزاف باين باللي الخط تاعو مضروب.
الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بنبيل، ما عندكش، يبدو هو أنه الأخ نبيل راك تتكلم بالوسمو، تتكلم ماكش تتكلم بالهاتف. شوفوا ترى هذا شاوي أمين، راه عندك كان بلوكاج في الهاتف نتاعك. شوفوا ترى هذا خليل نفس الشيء، خليل بيكا نفس الشيء، شوفوا هذا سفيان نفس الشيء، سفيان بوهالي، شوفوا هذا عبد القادر، والله وش اسمه، المهم كل مرة نطلع واحد. كاين بعض الإخوة ساعات يكون عندهم مشكل في الهاتف نتاعهم. الله يا الله يا كريم. صحيح الأخ حميد، أنا مرني طلعتك الأخ، لكن يبدو هو أنه راك رفضت المداخلة. شوفوا ترى هذا حميد نفس الشيء، حميد راه عندك كان بلوكاج، وكان ما قبلتش، تسمى انت اللي رفضت. شوفوا ترى هذا نصر الدين، نفس الشيء الأخ نصر الدين. ألو، مرحبا. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مش راك الأستاذ لاباس؟ الحمد لله. منين الأخت؟ أنا جزائرية، ما يمشي، المهم أنا منين، أنا جزائرية. معليش نحبو نعرفو برك فقط الولاية، وتكلمي في الداخل وفي الخارج، ومرحبا بك، ما عنديش مشكل، ما نحبش هو ندخل في في الداخل، في التفاصيل. الجزائر. أنا في الجزائر. راح أولا شكرا على هذا المطرح اللي تطرحته، على أنه مهمة جدا. أنا ما نعرفكش، أنا شفتك هيدا بالصدفة على الفيسبوك. ما فيش مشكل. هذه المطرحة اللي ذكرتها دوكا، انا دوكا من قبل برك وانا نهضر مع روحي، كنا نقول حنا لين رايحين، حنا لي زالجيريا، رانا في الطريق، رانا نحوسوا على الديمقراطية والسلطة والنظام. راهم يعني كيما نقولوا باللونجلي، راهم اون تشالنج معانا، راهم في صراع مع هما، في السلطة راهم في صراع مع بعضهم، وزاد دخلنا حنا في صراع معاهم. هما ما حابينش يطلقوا وحنا ما نطلقوش عليها. انا حابه نتوجه لجميع الجزائريين والجزائريات اللي يسمعوا فيا دروك، نقولكم كونوا سلميين لابعد درجه، سلميين سلميين سلميين. هما ماذا بيهم يصرى كشف في ساعه ولا فهمتني، سلميين. وتشوفوا واحد حاب يفسد ولا هزوه ربطوه، ماشي مثلا واحد يفسد على مليون، فهمتوني؟ هذه بلادنا خوتي، ماشي تمسخير، هذه بلادنا احنا. ما هما لو كان يصرى شي حاجه يهزوا كابتهم، ولادهم ديجا راهم في الخارج، والدراهم انبعتوهم، يهزوا طيارات ويروحوا. بعدك حنا تبدو نعاودو نخلطوها، علاش؟ يخش بعنات مرميد، ما كانش دار لي ما فيهاش شهيد، ما كانش دار لي ما فيهاش قاع كيف كيف، قاع اون ميزير. علاش حنا نوضنا؟ علاش نتفضنا؟ باسكو حنا كرهنا، تعبنا تعبنا نفسيا جسديا. حنا الشباب نمو تكون عندنا احلام، تكون نفكروا في المستقبل، نفكروا في الخدمه، في الزواج. انا ما انا ضيعنا بالبنات بالدراري، كي البنات كي الدراري، كاع كانوا ضايعين. عليها نوضنا، عليها انتفضنا. كيما انا المشكلة الأخت الكريمة، المشكلة ماهيش فيها، هو أنه الناس راه خرجت، المشكل وين، أنه وين رايحة،
رايحة إن شاء الله تما دوك بخير. انت خرجت خير، هذا تمني. وين رايح ماشي انت دوك تمني، هسه نقول لما لك علاش. خرجت حنا خرجتي دوك الناس راه خرجت، قال راها متذمرة من هذا الوضع، رانا ضد هذا الوضع، رانا ضد هذا النظام اللي فقر شعب، وهذا النظام اللي خلف شعب، وهذا النظام اللي عطل الجزائر باختصار، رانا ضده. ولكن وين رانا رايحين؟ رايحين احنا نديروا رايحين، دولة باه نديروها. دوك نقولوا مثلا لو كان احنا لا راهو كان احنا مثلا جاي كمل إطار، بقى لي ما قاري. جاي إطار مثلا دوك راهم قال مثلا مجموعة، كاين عدة خيارات. قال مثلا، نعطيك أمثلة، نعطيك أفكار. أي قال لك مثلا مجموعة من المحامين خرجوا في العاصمة، خرجوا في العاصمة في الولايات كل، مجموعة من المحامين قالوا نطالب بتطبيق القانون، فهمت؟ تروح للمجلس الدستوري، مسيرة يقودوها المحامين مثلا، برافو عليهم، برافو. فهمتي؟ تخرج دوك مثلا، قال مثلا مجموعة من المحامين يخرجوا كيما نقولوا بالجبة نتاعهم هذيك السوداء هذيك، ويخرجوا يقودوا الناس، قال مسيرة للمجلس الدستوري. نعم، من بعد قال مثلا يخرجوا ناس، من بعد تبدا الناس تلتف، تكون فيه قيادة، يكون فيه حراك شعبي نتاع ناس عندهم وعي ونتاع كذا. قال الناس راه تتكلم بالقانون، وراه تتكلم بالحضارة، وتتكلم بالمدنية، وتتكلم كذا. ولكن لما انت تخلي لي انت ناس، واحد الناس ما يعرفوه من انت زطلة وانت كذا، تخلي انت هز ميكرو، يا ابو تفليقة، يا المروكي، يا ذيك، يا واسمه، يا ابو يحيى، يا الطحان، يا ذيك. من بعد انت، وتكون انت ما كانش الجهة اللي راها دوك مثلا راها تقيد. يا خويا نخرج بصح ما نطيحش الكلام، نخرج بصح ما نأذيش الناس، ونخرج نقول كلام موضوعي، كلام موضوعي. بوتفليقة اللي فات مات، روح راك مريض، روح بالسلامة بالعافية. الجزائر هذه ماهيش ملكية تاعك، لا نتاعك ولا نتاع والديك ولا نتاع خوتك. نفس الشيء للقايد صالح ويحيى، نفس الشيء لسمو. الجزائر فيها كفاءات، الجزائر فيها إطارات، الجزائر فيها كوادر في الداخل وفي الخارج، وقادرين ينهضوا بالاقتصاد، وقادرين ينهضوا بكل القطاعات، كل القطاعات. الآن معاك هو أن يكون ضغط شعبي، ولكن هذا الضغط الشعبي إذا كان لم يؤطر التأطير الصحيح، فيه جهات اللي راه هي تسعى من أجل سرقة هذا الحراك، سرقة هذا النضال، لأنه راه كاينه ناس ماتت، ناس تعذبت. تياك تشوفي انت ناس، واحد خرج لك راح دار لك فوتو في الشارع هكذاك مع واسمه في لافول ولا هذيك، يعشيك مجاهد، يعشيك يقول لك صح، انت شكون، راك تهضر في الفيسبوك، وراك تهضر انت في اليوتيوب، وانت كذا. والناس عندها سنوات وهي تناضل صباح مساء، صباح مساء، ليل مع النهار، تناضل من اجل الوصول لهذا النهار اللي وين انه الشعب يستنشق صح، الحرية. فهمت؟ الناس راه تعذب. انا اللي نهضر معاك عندي 18 سنة ما شفتش البلاد، والدي توفى ما حضرت لهمش، ويجيك وانا واحد تاني انا ما الدليل يروح كنتش، يدير لك انا سيلفي، يدير لك واحد سيلفي، إيه سي محمد انت ارواح واسمه واهدر، روح الجزائر واهدر. انا ما عنديش باسبور باش نجي نهضر، نجي انا نخرج انا فهمتي؟ دوك انت لازم هذ الناس اللي راهم دوك هما يتحركوا، لابد هو انه هذا الحراك يمشي في الاتجاه نتاعو الصحيح. هذ الناس اللي راهم درك هما فقط يسعوا من اجل، قال افشال العهدة الخامسة. انا مانيش مع انا مع تغيير النظام. هسا نقول لك حاجة. أنا شوف، أنا كنت نقرا في الخارج تفاصيل، مانيش نتفوخ بروحي. أنا إنسانة عادية بسيطة، وكانت عندي أحلام بزاف، وكانت عندي مشاريع، ما قدرت ندير والو، فشلت في كلش. وكاع اللي راهم يقراوا اللي يشوفوا فيا هنا كاع كامل فشلوا تاني. ما عندنا لا توجيه، ما عندنا دعم، ما عندنا ما نروح يقول لك معرفة. هذه المعرفة صنعتها البيروقراطية، النظام هذا الفاسد هو اللي صنع هذه المعرفة. ما تروح يقول لك معرفة، ما تروح دير دوسي يقول لك معرفة، خلاص هذا النظام يطير به، يعني شغل يطير، ينحيوه به بالأشكال تاعو. أنا على بالك الخطاس أني أستاذ علوم سياسية،
وأنا جزائرية بين يعني عدة تلاميذ يعني طلبة عرب، قال لي نشفع عليها في 2012، قال لي انتي الأخت جزائرية واش رايك في الربيع العربي؟ قلت له احنا في الجزائر ما يصاش عندنا ربيع عربي، قلت له احنا ديجا عدينا عليها، احنا ما يصاش عندنا ربيع عربي، احنا صح بوتفليقة مريض وهذا، كمي احنا رانا ملاح، فهمتني؟ مي دوكا احنا ما راناش ملاح، احنا وصلنا الخط مسدود، احنا وصلنا الباب مسدود، احنا الجزائريين كامل ضايعين، الشبيبة كاع ضايعة، لين رايحين، فهمتني؟ لين رايحين، هم بعد شهرية ما تكفيش، الناس الدواء ما كانش، ومن بعد لين رايحين، احنا الجزائر دولة غنية ماشي دولة فقيرة، ولا خلات علينا، ولا الصومال، ولا ربي عطانا خيرات الحمد لله. ونقول لك حاجة، احنا علاش ما تتخلطش، وعلاش ما يصرا والو؟ باسكو الجزائريين شوف، تدابز مع جارك، تدابز مع ولاد ابن عمك، تدابز مع صاحبك، مي كي تلحق للصاح الجزائر ما فرطوش فيها، فهمتني؟ الجزائر في الدم، هي اغلى من روحي، اللهم واغلى احنا من نتمناو. جسدي، واغلى من كل حاجه في حياتي. انا جدي شهيد، فهمتني يا الاستاذ؟ جدي شهيد، وعلى بالي ماشي كي نقول لك شهيد يعني عزب كيما هذوك اللي قعدوا يتفوخنوا يقول لك عائله طوريه وما على باش. انا جدي شهيد، ونقول لك حاجه، والله ما قدرت، درت له لاكارت تاع الشهيد، طلعت لوزاره المجاهدين، ورحت عند وقابلت وزير المجاهدين، قلت له انا جدي شهيد، انا برك حابه ديروا لي ورقه، ما نسحقش تعطينيش دراهم، انا ما نسلكش دراهم على جدي، جدي دم الشهيد نسلك عليه، قلت له ما نسحق والو، ديروا لي برك اعترفوا به بلي شهيد. قال لي اللجنه، ما اللجنه، بيروقراطيه في كلش، وين نروح بيروقراطيه؟ حبيت ندير ماستر، يقول لك لا بالمعرفه والخماج، حتى وليت نقعد في الدار، فهمتني؟ انا نقولها من الشبيبه الجزائريه، شوف احنا كامل اخوه، احنا ما نروحوش لطريق الفساد، احنا ماشي البنات تضيع والشباب تولي في لادروغ، والبنات يدروغي والشباب تدروغي، وش هالحياة هذه؟ هذه ماشي حياة، احنا جدودنا ماشي توفوا شهداء على جلب شنو نولي، وحنا هكا احنا احفاد الشهداء، احنا الجزائر ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تولي خير من تركيا، وخير من سنغافورة، وخير من ماليزيا. علاش كي نقول ماليزيا؟ باسكو ماليزيا دولة مسلمة، احنا في الاخر مسلمين، احنا ما حبيش نوليو علماني، احنا دولة مسلمة، نوليو خير على ماليزيا. شتو كيفاه ماليزيا يحبوا بلادهم وخدموا بلادهم، حنا نوليو خير عليهم ان شاء الله، واليد في اليد، ما تخافوش. وشكرا انك فتحت المجال للشباب تحكي، احنا في الجزائر ما نقدروش نحكيو في السياسه، تحكي مع واحد في السياسه بكري ماشي بلقى، من بكري كنا يقول لك خطيني، او يشوفوك، او يعسوا لا بوليس، العسكر تاني تروح العسكر، امبوسيبل واحد عسكري يحكي على السياسه، يخاف يقول لك راهم يديروا لا راديياسيون، عايشين في الخوف، عايشين في الدرقة، ولات غير البحر، كاين غير البحر. انا واحدة من الناس اللي خممت نحرق، نروح في البحر وخلاص، واش بيك انا يما في انا دوك راني نهضر معاك يما في السبيطار، فهمتني؟ المهم حاباش نتأثر، هذا الموضوع بزاف يأثر فيا بالجزائر، وش اللي كيصير. المهم نخليكم كلكم تحية الجزائر، متفرطوش في الجزائر، اتونسيون يا الشبيبة، اتونسيون يتمسخروا بيكم، اتونسيون، فهمتني؟ هادو الناس على بالناش شكون هادو اللي حاكمين اليهود، وماشي هكذا، اتونسيون تضيعوا بلادكم، يد واحدة، فهمتني؟ سلمية، تقعد سلمية، هما مع بالك انت كتقولي احنا اللي رايحين، كاين مجتمع عالمي، دوكا احنا دوكا كاين فرانس 24 تتفرج علينا، بي بي سي وورد حكاو علينا، راح نوصلوا المطرح باللي يدخلوا رؤساء العالم ويقولوا الديمقراطية اللي تحكم، فهمتني؟ بداو ماشي، ما تقولش ما بداوش يهضروا، كامل القنوات الأجنبية كامل اللي تهضر ويهضروا نورمال بلا لا العهد الخامسة، ما كيقولوش كما كيقولوا احنا القنوات نتاعنا هنا تاع الجزائر، ويقول لك الإصلاح السياسي بالتمسخير هذا والتغيير، أما إصلاح سياسي الشعب يقول لا العهد الخامسة، ويقول لك الإصلاح السياسي. أنا نقول لهم الشعب ما تخافوش، ربي معانا، فهمتني؟ ربي معانا، وكيما كانوا شوف بكري، سبحان الله التاريخ يعيد نفسه. انا حاسه روحي دوكا اونديري حنا رانا مع الاستعمار الفرنسي، اقسم بالله اونديري، شغل راني عايشه دوكا، شغل بطبيعة كيما جدي الحال كاين عاشها الناس بكري، اللي حسوك، كاين الناس اللي حسوك والله اونديري باللي ما راكش في اقسم بالله اونديري رانا في تربيت ولا الاستعمار، رانا الولد اونديري رانا في الاستعمار. شفت بكري، بكري حطوا يد واحده، ما كان عندهم لا فيسبوك لا والو، جابوا الاستقلال. يا ولاد الجزائر، يا بنات الجزائر، ما تخافوش، حطوا في قلوبكم ربي وتوكلوا على ربي، وتقعد سلميه، اللي عنده حاجه يطلبها
كاع نسايلو في بلادنا، كاع نسايلو في الثروات تاع بلادنا، كاع نسايلو في في البترول، ما لازم يقعد حتى واحد محتاج، ما لازم يقعد حتى واحد مريض، ما لازم يقعد حتى واحد بلا خدمة، كاع نخدمو مع بعض، نخدمو الجزائر هذه اللي ماتوا عليها الشهداء، ماشي مليون ونص مليون شهيد يروحوا باطل، دول الشهداء الأبرار عند ربي، هذو في الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وشكرا جزيلا، نخلي المداخلة للآخرين. أوكي، شكرا السلام للأخت عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا، نشوف ترى الأخ أسامة بالك لها تطلع المرة هذه. يا الله، المهم الأخ أسامة يبدو أن الخط نتاعك راهو اليوم مضروب، شوف ترى هذا الأخ حسن. شوف ترى هذا الأخ مهدي. الو، مرحبا، ماري استاذ، اهلا. واش راك خويا استاذ؟ لاباس؟ الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الاخ مهدي؟ نكلم فيك من كندا ومسقط الراس قسنطينه، مرحبا بك اخويا. حتى لو كيما انت متغرب يا نوطو، ماشي في بلاد من 2014. يا حسرة 2014، سما ماشي بزاف. مالي كي تكمل مالي، كيما سما راه مازال زفت تاع الطيارة في راسك. ثم مام حتى يكون طول الحكايه كيما كان، حتى توصل كيما انت ما فاهم. ربي ان ما شاء كون الله، ان شاء الله ييسر الامور ان شاء الله. والله عندي سؤال وعندي طرح، عندي سؤال وعندي طرح. كاينه وكتبت هذاك في الكومنتير، انا نامن بالثوره تاعنا 54، ونامن باللي كاينه ناس ماتت على البلاد شهداء وكل شيء، ونامن باللي كانت ناس تجاهد في سبيل الله. هذو الحوايج مانيش ما نعارضش فيهم. انا نعرض حاجه واحده برك، الاستقلال تاعنا والله ماني مامن به، استقلال الجزائر حره ديمقراطيه والله ما نامن به وحده. وثاني حاجه اللي ما نامنش بها، تاريخ المزور تاع الجيري تاع الجزائر. انا هادو حوايج نطرح لك سؤال برك الا تقدر تجاوبني عليه، لاش مش درك في لايف واحد اخر في التاريخ تاعنا تاع البلاد الجزائري، التاريخ تاع الجزائر. انا بالنسبه ليا كي كبرت كنت نقرا صغير نورمال نتبع، مي بصح كي كبرت وزدت قريت بلوتار فهمت بلي التاريخ تاعنا راه مزور. بون خلينا، هذا مش حكايه واحده اخرى شوف نقول لك نحكي. الاخ، اصبرني اصبرني برك في النقطه هذه بالذات نتاع التاريخ. تذكر لما تقول انت التاريخ، المصطلح هذا دائما يردد، نتاع التاريخ نتاعنا مزور. من تاريخ لما بعد الثوره، ما نحكيش قبل الثوره، معليش نحكي بعد. معليش بعد الثوره ولا قبل الثوره. التاريخ هذا كي تقول انت راه التاريخ مزور، معناتها انه راه موجود تاريخ، موجود وي تاريخ موجود ومزور. ما كانش، ما كانش، ما كانش القرآن وراء التاريخ، وراء التاريخ. الإسلام القرآن انت درك راه دورك مثل، انت درك راهم كاينين الناس اللي هم مثلا شاركوا في الثورة، واحد يحكي على روحه، فهمت؟ فوالا كل واحد يحكي على روحه. وي تروح انت زيد ولا عمر من الناس راهو داير شهادة يحكي على روحه، ولا اعتراف يحكي على المسار تاعو، قال انا رحت لذيك وحضرت في ذيك وحضرت في المعركه الفلانيه وهذاك منا وانا اللي درت وكذا وكذا وكذا. كل واحد يحكي على روحه. وي وراه التاريخ، وراه التاريخ، التاريخ هذا. دوك لو كان نقولوا مثلا راه كاينه مثلا مدرسه متخصصه في هذا المجال هذا، وراها قال مثلا نقاط، راها نقولوا مثلا جمعت الشهادات هذه اللي راها موجوده ومبعثره، وراها لمت قال مثلا هذه الابحاث ودراسات، تروح قال مثلا تلقى موضوع قال مثلا الشيعه في الجزائر،
مثلا يجبد لك قال مثلا من الموضوع من العهد نتاع الفاطميين هذوك، قال مثلا تحكي اليهود في الجزائر، يجبد لك مثلا من قبل التاريخ المسيحيين في الجزائر مثلا، وتجي انت مع التاريخ هذا، تجي مثلا تاع الحركه الوطنيه كيفها نشات، وتجي معاها الثوره، تجي قال مثلا الثورات الشعبيه وتجي معاها، وراها قال مثلا الدول هذه، قال الدول الرسطوميه والزيانيه وكذا، وراك تجي معاها. تذوك كي تقول لي وي باللي راهو كاين تاريخ ومزور، وينو؟ وين راهو؟ يا كاينه امور حتى ما كانش. تروح انت كاين مثلا امور في ما كان البستانه، تروح انت تلقى مثلا قضيه نتاع الثوره، تروح كل واحد وكيفاش راهو يحكي. والمواطن درك هو كاين اشياء اللي هو يدرسها في المدرسه، في وي المدرسه كاين فيه تعتيم، كاين فيه تعتيم على بعض الاحداث، ماشي تزوير، كاين تعتيم على بعض الاحداث. درك المواطن هذاك لما يكون هو مثلا يدرس، هو مثلا في الابتدائي ولا في المتوسط ولا في الثانويه، وي القدره الادراكيه نتاعو مازالها يعني كما يقولوا ليميتي، محدوده. نهار اللي يلحق هو المستوى من النضج، يلحق قال مثلا 30 سنه ولا وسمو، يبدا هو يطالع، لانه هو لما كان في الثانويه وكان هو في المتوسط الامور هذه مش في متناوله. وي نهار اللي يلحق هو المستوى نتاع 30 سنه ولا هذيك، يبدا هو قال مثلا يتحرر من المدرسه وخلاص، ما عندوش هذيك الضغوطات تاع لي كور، روح اقرا صباح وراجع وروح دير امتحان، صايي تحرر، تولي عنده الرغبه في الدراسه، رغبه مش انت تحتام انك تروح المدرسه وتقرا، تولي عنده الرغبه. لما تولي هذيك الرغبه، يولي عنده هو لو شوا، يقرا ذيك ويقرا ذيك ويقرا ذيك ويقرا ذيك، تبدا فيما بعد تبدا توسع المدارك نتاعو، يبدا ايه والله قضيه نتاع المؤتمر نتاع الصمام هذه انا ما سمعتش بها، خلاص كيف هذا، كيف وي هذا في المدرسه ما قراوها الناس. من بعد تروح انت قال هذه الحركه نتاع مصالي الحاج، وتبدا انت تكتشف في هذيك الاشياء، تبدا فيما بعد تقول انت ايه والله المدرسه هذه اثرت، وهي نو مدرسه، لا لا مدرسه انت يقريك انت الحركه الوطنيه، يقريك في الابتدائي. النهار اللي تلحق انت المستوى، من بعد انت تبدا انت، وكاين اجتهاد شخصي، كاين اجتهاد شخصي، فهمت؟ كاين مرات هو انه الانسان هو يكون عنده هذيك الرغبه، ويكون عنده حب المطالعه، فيما بعد هو يزيد يكون روحه، ما تكتفيش انت بالمدرسه ولا بيك. بالاضافه الى كاينه فيه واسمه، كاينه مساله نتاع تعتيم، وكاين مرات حسابات، قال مثلا ابو مدين انت مثلا ما تحكيش عليه، راهو دار اخطاء والله تجوزها، بن بلا قال دار اخطاء تجوزها، خيضر قال جا دار اخطاء تجوزها، بن كريم بالقاسم كذا، يتجاوزوا هذيك الاشياء اعتقادا منهم هما. يقول لك باللي انا لو كان مثلا ندرس انا هذيك الاشياء في المدرسه، راهم رايحين دوك وي مثلا هذوك الاطفال ولا التلاميذ، رايحين هما يترباو على نوع من الحقد وعلى كذا وعلى كذا، هما يسيو باش يفيتيوها، ولكن في نفس الوقت تلقاهم راهم مش عاطين معلومات اللي تخلي الانسان يا خويا قادر انت تكون الانسان هذاك. على دوك المشكله في الجزائر هي تكوين نتاع الانسان، ما كانش تلقاه راهو دوك تكوين تهضر مع واحد، دوك من الجماعه دول اللي راهم بحكم هو انه حنا رانا نحكيو على القضيه هذه نتاع الموقف نتاع الجيش ونتاع واسمه بوتفليقه وكذا، تلقاه تروح تحكي مع وين واحد يقول لك يا خويا بوتفليقه راك تشوف دار جامعات ودار واسمه ملاعب ودار مستشفيات ودار مصانع، صحيح هذه راك درت مستشفى. هذه اصبرني اصبرني أمور، هذه كمل لك أمور الفكره هذه، نعطيك الكلمه. تدرت مستشفى ولكن ما ربيتش الطبيب، ما كونتش الطبيب، وي فهمت؟ درت انت ملعب ولكن ما كونتش فريق وطني، أكيد. درت انت جامعة ولكن ما كونتش أساتذة نتاع جامعات، درت انت وي تلفزة ولكن ما كونتش صحفيين. ما قيمته هو انك انت تدير لي هياكل، خاصة بوتفليقة، تراك كنت وي مع بومدين، بومدين راهو قال مثلا دار جامعات ودار معاهد ودار مصانع، وي ولكن كاين اشياء اللي ما دارهاش بومدين، المفترض هو انك انت تديرها،
ماشي تعاود دير التجربه اللي راهو دارها بومدين. احنا مشكلتنا في الجزائر هو التكوين نتاع الانسان، الاستثمار في الانسان ما كانش. عندنا طاقه، عندنا طاقه، عندنا شباب بارتو، عندنا كما نقولوا حنايا البنيه تاع المجتمع تاعنا بكل شباب، بصح الطاقات هذه راحت في الزطله، في الحرقه، في المشاكل، في الحبس، ما استغلوهاش هما. انا حبيت نقول لك حاجه، هذا اللي يهضر على الانجازات تاع الرئيس ماهوش يصدق علينا. كوم سي انت رئيس ماكش راح تبني مستشفى ولا دير اي حاجه، راح ديرها من جيبك، راح ديرها باموال الشعب وفي خدمه الشعب. عندك موندات تخدمها، تخدم البلاد وتروح، لازمك دير انجازات وتتحاسب عليها. البروبليم مش في الانجازات اللي دارهم، احنا ما نكروش دار ولا ما دارش، مي بصح الانجازات اللي درتها واش قدمت لنا حنايا، واش دخلت لنا حنا واش اسك امتصت البطاله، خلقت مناصب شغل، طلعت المستوى تاعنا وطني محلي ولا دولي. درك الانجازات هذه اللي راك تهضر عليها مجرد ارقام، بصح في الطيران ما كملوش. نعطيك مثال بسيط، حنايا عمرنا ولا كان عندنا مونطون بار اكزومبل، نقول لك راح نبني لك دار تسقى مليار، ما يعطيكش هما الشيفر اكزاكت، ما كانش لي شيفر اكزاكت تاع هذاك المشروع ولا الديلي تاعو ولا قداه يستغرق، ما يعطيلكش، ما يعطيك والو، كلش مبهم. احصائيات هكاك برك تاع كيما نقولوا حنايا تاع البايلك، راك فاهمني، ما كاينش حاجه يعني. بورتون كاينين ناس مختصين في هذا الميدان، يحسب لك حتى المسمار قداش يدير، ما يعطيك لي ديتاي، لي ديتاي بزاف. انا باسكو راني في الدومين تاع الجيني سيفيل والحمد لله راني في بلاد الناس، وزدنا كملنا في يحسبوا، ايماجين يديروا حفره في كارتي على باله قداش راح ينحي منها المتر كيب تاع التراب باش يعاود يرومبلاسيه. تجي تقول لي ما على باليش انا لا بروف، هي ريبوندات هذيك البرلمانيه ديجا حكيت في السوجي هذا، عطات مدت لي ديتاي، قالت انت عطيتني ارقام ما عطيتنيش حاجه ثابته. بون كاينه حاجه برك حبيت نعطيها لك، انا نزيد نقولها انايا، حزب الافلان هذا، الافلان هذا اللي من الثوره هو مازال يمشي حتى لدرك، في وقته نهار تاسس كان عنده الرجال تاعو وكانت عندهم اهداف مسطره يوصلوا ليها. ابري الحزب هذا كي ماتوا القاده تاعو تسمى خلاصوا، فناو القاده تاعو، استولت عليه عصابه. العصابه هذه اللي تلعب بمشاعر الناس، اي واحد يفخر بالانتماء تاعو. حنا على بالنا الحزب الافلان هو الحزب اللي كان هو اول حزب تاسس اللي كان حاب يحرر البلاد وكل شيء، تبقى الناس تتبع بهذيك العاطفه. الحزب هذا درك بالنسبه لي انا نشوف فيه كونسير، هذا هو الكونسير تاع البلاد، كونسير تاع البلاد هو حزب الافلان والحزب اللقيط الار ان دي اللي مع الافلان. هادو هما بالنسبه لي لاناليز تاعي انا، هادو هما اللي راهم يحطموا في البلاد، هادو هما الحزبين اللي راهم يحطموا في البلاد. الحزب الافلان اللي راه شد القبضه كيما نقولوا، اللي راه حاكمها، حاكم، ما نحكيش على الحزب، نحكي على الرجالات تاعو، هادو الخونه، هادو اللي يسيروا فيه، هما اللي يوصلوا الحاله اللي راهي فيها البلاد. باسكو اي انسان عنده غير على الوطن ما يرضاش لهلاك البلاد وينسحب. اي انسان يلقى روحه حتى في الحياه العاديه، حتى في المجتمع المدني، حتى في خدمتك، تحس روحك باللي ماكش تأدي في الواجب تاعك، تستقيل، تنسحب. كي تعود عندك ذره تاع كرامه وشرف وغيره على اصلك ولا فصلك ولا على القيمه تاعك ولا المستوى تاعك بين الناس، راح تنسحب، تخرج بشرف. راك فاهمني؟ برك انا الناس هذوك اكزومبل حكيت لنا تاع الجيش، رده الفعل الجيش. انا الجيش الشعبي، يسموه الجيش الشعبي الوطني، سما راه متكون من المدنيين، والمدنيين هذو والله ناس بسطاء. هذا الجيش اللي في الشعب كامل ناس عاديين. نورمالمون انا بالنسبه لي تمنيت انه هذا القايد صالح، حتى لو كانت عندي مصالح مع هاد المسؤولين ومع هاد الناس، المؤسسه العسكريه في وضع كيما هذا نورمالمون كانت تدخل. باسكو علاه؟ مادام الشعب البابل خرج في 48 ولايه، حتى ويصرحوا وما يقولوا بلي الناس يخرج تقول على الاصلاحات وكذا، على الاقل تكون فيه نخوه تاع رجال، باسكو الجيش هو اللي يمثل القوه، تسمى الرزانه، واحد ميليتات تسمى راهو كيما نقولوا منظم، اورغانيزي بيان، اورغانيزي ويمشي كوريكت. خويا الله غالب، الشعب هذا رفضك، انا اللي نحيك. ميليتار نورمال مخي تنتقل السلطه انتقاليا للميليتار ديريكت، نحي عليا، قال اخويا انت هز جماعتك هادو، اخرج اخويا عليا من البلاد هادي، حاسبوهم ما يحاسبوهمش ولا نيمبورت كوا، ما يهمنيش واش كاين، المهم الجيش هو يتحكم في زمام الامور ويعاود يرتب انتخابات نزيهه. الشعب يفوطي على الانسان اللي يشوف فيه قادر يسير البلاد في هذه المرحله.
تسمى يرقع واش فسدوا هادو الناس تسمى باسكو البلاد راهي مضروره بزاف اوفون في العمق تسمى البلاد ما عندهاش عندها المحليين ولا دوليين ما عاد عندها حتى مكانه حتى مكانه والناس هادو ما يحبوش يخافوا فينا ربي برك خافوا فينا ربي برك ما تحسبوا والو خافوا فينا ربي برك انسحبوا وخرجوا الناس ما يحبوكم هذا ما كان نعم شكرا شكرا للاخ مهدي خليه اخو اسمح لي على الاطاله ان شاء الله يا ربي انا ربي يبارك فيك فرصه اخرى ان شاء الله الاخ مهدي ان شاء الله ربي ان شاء الله نطلب ربي يصفينا البلاد برك من الناس الخونه برك ونقعدوا حنا في بعضنا كيما يجيبها ربي هذيك هي اللي مكتبه هنا ربي نرضاو به المهم الخونه يخرجوا علينا من البلاد الظلام هذو ربي يهز علينا يدهم ويعافينا خلاص هذا ما كان السلام عليكم خوتي سامحوني لا طولت عليكم تحيه لكم شكرا للاخ مهدي سلام يا استاذ سلامه شكرا للاخ مهدي شوفوا ترى الأخ هذا هشام يا الله الأخ بلال مرحبا الأخ بلال الو للاسف الشديد الاخ بلال هذا ما كانش شوف ترى هذا الاخ هشام السلام عليكم وعليكم السلام السلام استاذ لاباس والله غلا بس الحمد لله وانت وشرك الحمد لله معك هشام من خنشلة مرحبا بك اخويا والناس خنشلة عايشك وبيك استاذ قلنا هشام على الموضوع تاع اليوم شوف الموضوع تاع اليوم واش راح نقول لك احنا الجيش نهضروا على الجيش بعد نورمال مو الجيش مع الشعب اولا يوقف معاه ونورمال مو مع الاول يجبد روحه السياسه قالت صح بكري قال من ما ندخلش في السياسه ومن بعد دخل حاجه الاولى يا اخي ايه وعند نظر درك الحال نورمالمون يعني في الظروف هذه انا كيما راني نشوف فيها تكون مرحله انتقاليه يتدخل فيها هو الرسمي كل يعدلوا الدستور يردوه كيما كان بكري ولا يعدلوه باسكو المشكل موش في الرئيس ولا في هذاك اللي يحكم المشكل في الدستور اللي يحكموه يتلاعبوا به كيما يحبوا فهمتني ماهيش قضيه نتاع الدستور انا كيما نشوف فيها الحل انه اليمين ضروري يتدخل يعدل الدستور الساعه قبل كيف يتدخل يتدخل هو انه يتفاهم مع شو المصالحيه عنده هو يتدخل هو شو المصالحيه عنده باش يتدخل هو المصالح انه بكري كان رئيس ومن بعد خرج راه وخارجه وراه طلق المنشفه وراه طلقها مسح قادر درك انه يساهم ومن الشعب مسح هو كيشغل عنده نخوه بين الشعب ساهم لما يكون نقولوا مثلا راهو كاين مثلا هذا الحرك شعبي مثلا راهو قال مثلا عم على مستوى 48 ولايه وفي الخارج وقال مثلا هذا الحرك راهو مؤطر وكاين فيه جهه قال مثلا هذه اللي راها مشرفه على الحراك قال مثلا يروحوا ليه قال باسم هذا الحراك على مستوى 48 ولايه وهذا الناس اللي راهم في الخارج من خلال النقاشات ومن خلال الحوارات مع الناس ومن خلال راه قال كاين مطلب شعبي مطلب جماهيري اللي هو يحتم عليك على جال باش انت تتحمل المسؤوليات نتاعك مثلا لتسيير مرحله انتقاليه لمده قال مثلا عام مثلا صيغه مقبوله تقدر تقول لكن هو انه ينطلق من ذاته هكذا راهو قاعد في داره وقال اي عدل الدستور والله ايش كل واحد راهو يعيط في الواد واحد ما على باله به اه مش هيك كيما قلت انت لا مش هيك يعني عدل الدستور هو رسمي كل ذرك في الدستور مشكلة ما الدستور المشكلة وين المشكلة ما هيش في الدستور المشكلة في الإرادة مش في الدستور دستور خاطئ دستور بهذا الدستور تقدر تخدم به
للأسف الشديد خرج هذا الأخ. شوفوا ترى هذا تاع البونور هذا. ربي يبارك فيك الأخ عبد الله. الأخ راني دخلتك يبدو هو أنه الخط نتاعك ماهوش اللي ترمز للاسم نتاعك ب او بوتي بونور، راهو عندك. المهم انت اللي رفضت شوف ترى هذا اللي يرمز للاسم نتاعو بكامي، كاين فيه مجموعة نزيدو نحاولو ندخلهم كل واحد نعطيولو فرصة. أخ مجيد إلا كان راك موجود في القائمة دوك نلحق ليك، وإلا راك ما ماكش موجود في القائمة فرصة أخرى إن شاء الله. أخ كمال رانا متفقين، قلت لي الجيري اون دونجي، رانا متفقين أخويا. أنا طلعتك أخ اللي ترمز الاسم نتاعك بكامي، أنا طلعتك، أنا ننتظر فيك. فهمت، هاني طلعتك ويبدو أن الخط نتاعك راهو تعبان. هاني طلعتك للأسف الشديد، راك خرجت أخويا. يعني طلعتك الأخ الكريم، هذاك اللي تترمز الاسم نتاعك ب بوتي بونور، يعني طلعتك ومن بعد عندك مشكلة في الخط تاعك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ الهادي. الله يسلمك يا أخي، مرحبا بكم وبشراكم من راك لاباس. تكلم فينا؟ الله يبارك فيك، من العاصمة. مرحبا الأخ. الله يسلمك يا أخي. فيما يخص الموضوع يعني تاع الانتخابات والشارع السياسي هنا في الجزائر، الأمور مختلفة بزاف يعني، والأمر الوحيد اللي راه حركة كيما نقولوا الموضوع اللي راهم باغيين المجتمع والشعب هو التغيير. الشعب راح التغيير بصفة نهائية وبصفة جذرية. متفقين. والحاجة اللي مازال ما فهمتهاش أنا، واش كاين في عقول هذا النظام يعني؟ كاع واش صار من مظاهرات، واش راه صار من تنديدات والمسيرات هذه، ما عندوش فكرة يعني كيفاش يقدروا يتجرؤوا ويعطوا الكلمة للشعب ويستسلموا الأمر شوف الواقع. نقول لك، واش كاين فيه بصراحة؟ شوف نقول لك هذا الأمر اللي راه محيرني يعني. الأخ الهادي، شوف نقول لك، إيه، أنا مانيش بورت بارول تاع النظام، بصح دائما كاين بعض من الناس اللي تسمى كي يكون يتكلم ما على بالوش واش راه يقول. حط روحك أنت في مكان بوتفليقة، راك أنت هو في مكان بوتفليقة، أنا والناس عندي رأي على بوتفليقة. اصبرني برك اصبرني، اسمح لي، تراك أنت تفضل. قال مثلا راك في مكان بوتفليقة، راك أنت هو الرئيس. 20 سنة، تخيل 20 سنة وانت في الحكم، وراه يعتقد باللي راه يبني ودار مستشفيات ودار جامعات ودار طرقات، اخرتها تلقى ناس هزار راش نكاز فوق كتافها، هو يعيطو بوتفليقة يا المروكي كذا وكذا. وش تدير انت؟
دروك يعني تحكي لي يعني على بوتفليقة كشخص ولا للناس اللي لا لا الموقف الموقف مش نهضر لك عليه هو كشخص، نهضر لك على الموقف يعني الموقف تاع هذا الناس اللي راهم درك في النظام. انت درك هذا شوف سواء اللي راهم مع الحكومه مع يحيى ولا راهم في الافلام ولا عمار غور ولا راهم تاع الارندي ولا الاحزاب هذيك المنضويه تحتهم كامل، انت دوك انت لما انت راك تهدد فيه تهدد فيه معناتها باللي راك رايح تقلعو راك رايح دير له هو تسمى انت يقعد يتفرج فيك وراه يدير لك في عمل مضاد، يدير لك في عمل مضاد راهو يسعى من اجل احنا واش رانا نحوسو؟ احنا رانا نحوسو نقولو باللي يا ودي التغيير، احنا نحوسو نغيرو النمط نتاع النظام، النمط هذا الحوار هذا هو مطلب 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 نغيرو النمط نتاع التسيير ونغيرو من اجل خدمه تغيير الاشخاص البلاد، مش من اجل تغيير الاشخاص، من اجل تغيير هذا النظام، تغيير النمط تاع النظام، ونحوسوا نغيروا البلاد من وضع سيء الى وضع احسن، او خلي يا سيدي نقولوا راه من وضع احسن احنا نحوسوا نغيروه الى وضع جيد جيد ممتاز يعني ايه يعني هذه ديما نحوسوا على الامر الايجابي، احنا ماذا بينا نصير على الامر اللي يخلي يعني ثقافه هذه النخبه اللي رايحه ماشي نخبه على كل حال، هذه العصابه اللي رايحه الامر يستدعي احتمالات اخرى، مانيش فاهم انا يعني قراراتهم يعني الراهنه ولا واش والامر اللي راهم رايحين تصعيد هذا يؤدي للانفجار فهمت، ويؤدي للمواجهه والمواجهه تؤدي للدماء والدماء فيما بعد تؤدي الى حضره تجول. انا والله تبان لي على حاله الطوارئ هذا هو تسمى تروح لا لا تبان لي الامر هذا رانا متجاوزينه احنا كشعب جزائري كاينش منها هذا امر متجاوزينه شو ما وصلولوش لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين متفقين الشعب كومبلي يا اخي شوف يا اخي شوف احنا كي نسمع احنا كانوا يقولوا السوريين نهار الاول نازل الورود سوريين الاول كانوا كل كانوا يضحكوا على الجزيريه قالوا ودي تاع الجزيره هذوك مقتلوا بعضهم هذوك حنايا ما تصراش عندنا حنا هما ما اختبروهاش هما تاع مصر احنا اختبرناها مصر واش كانوا يقولوا تاع الاخوان المسلمين نهار كانوا في رابعه وحنايا ما نشتوهم وحنا تاع السلبيه وحنا كذا شوف وين راهم الجزائر كانت اول ضحيه الامر هذا راني نهضر لك انا راني مع الشعب الجزائري او ماكش انت اللي دير ماكش انت راك تحوس على السلميه بصح هما ما كانش فهمت شكون اللي ينحاز هي الاخطاء منحاز هاو ماك تشوف فيه راه منحاز راهو دوك القياده ما نقولش الجيش القياده نتاعو راه منحاز لبوتفليقه واضحه كش ما فيها واسموه راه منحازين حازين بوتفليقه هو راهو تبان له باللي راهو تسمى شغل زعما كانه قطع معاه وعد راهو معاه مشى معاه في العهده الرابعه ولو كان ما الجيش ما يراش هو يدير العهده الرابعه اكيد هذاك امر مفهوم منه هذاك شفناها وعشناها وشفنا على بالهم باللي لما يروحوا مع بعضهم وبالتالي هما راهم متشبثين مع بعضهم على بالهم باللي لما يروحوا كل راهم متشبثين مع بعضهم وعندهم غطاء تذوق مثلا فرنسا ولا الامريكان ولا الدول اللي راه عندها مصالح مع الجزائر روسيا الصين المانيا ايطاليا اسبانيا هذه الدول هذه مش من صالحها على جال باش تروح الجزائر مش من صالحها هما لازم يبقاو محافظين على المصالح والمصالح مع من مع الناس اللي راهم معاهم اكيد تذوق لما يكون الحراك هذا شوف لما يكون الحراك هذا مش حراك مؤطر وما فيهش افكار اللي هي قادره تحرج هذه العصابه وقادره تروح تجيب لي انت انسان مهبول على روحه وجيب لا لكن لا لكن افكار بصح مش مسموع لا كاين افكار بصح ما يوصلوهاش ماهيش مسموعه على الراي العام ماهيش مسموعه هي ما تكبت ما تخليش توصل هي كاين الناس لو كان تشوف مثلا نهضروا حنايا مثلا كما هذو الناس اللي راهم مترشحين زعما ما كاش اللي راه يتبعهم ابار نفوسهم باللايف وبالفيسبوك وكذا بالفيسبوك ما نسمعوش بهم خلاص كاين ولا ما كاش ابار الحملات اللي حملات على النظام باك اللي راهم يتبعوا فيهم في الوسائل الاعلام والتسكيات كيما
ولكن هذو الناس اللي راهم احرار واللي راهم ما كاش واحد اخر راه يحوس يتبع لهم ولا يوصل صوت تاعهم ابار مصادر الشخصيه تاعو برك، ما كاش اللي راه يعاون فيه كاين ولا ما كاش؟ صافي انا تقدر تقول كيما هضروها البارح في الدي بي تي البرلمانيين يعني يطيب الصحه كاين واحد الناس هضروا كلام يعني حتى كان يطيحوا في مشاهد كاع شفناهم يعني كجزائريين ما يخلوش الناس الاحرار هذو يوصلوا صوتهم، وكاينين اصحاب افكار الحده وكاين الناس اللي عندها يعني تقدر تقنع المجتمع لو كان يسمح حكمه في الاعلام ولكن ما يخلوهاش توصل. هذا هو الاشكاليه اللي رانا واقعين فيها حنايا. مثلا كاين امثله، والله كاين امثله يعني كل يوم نصادفوا الناس يعني عندها افكار ونقول سبحان الله هذو الناس وراهم مخبيين وعلاه ما يوروهمش، عندهم افكار سياسيه خياليه عندهم يعني كما نقولوا بنك معلومات. نقول لك درك هما دوك هذو نتاع وسائل الاعلام، انا مره شوف نقول لك متخوفين خايفين على وقتهم خايفين أسماء. بصفه عامه اسماء باش ما ندورش في الفيد. هذا قاد بن عمار، انا اتصلت به وقت في وقت من الاوقات قلت له حبيت نفهم برك هذه الوجوه اللي انت راك تجيب فيها، حب نفهم برك يعني غير جوست اسكو ما عندكمش الناس اللي يتكلموا والله. قال لي بالصريح، قال لي ماشي قضيه نتاع، قال لي احنا نبعثوا، قال مثلا الحزب هو يبعث ثم قال مثلا قال حركة كذا يبعثونا هما الشخص، وكاينة أمور متعلقة بالأمن وهذيك. قلت له أنا نعطيك أسماء تاع ناس هكذا مثلا في الجزائر، ناس نعرفهم هكذا، نعرفهم متكونين والخط نتاعهم وسطي، ويعني ناس يحملون أفكار ويحملون مشاريع وكذا، وقادرين هما ينوروا المواطنين وكذا. والله غل اليوم يستأثروا به يعني. لليوم انا تبان لي كيما قنوات واحد اخرى اخلوتي هما دوك. شوف المساله مره واحد صارحني قال لي شوف نقول لك، قال لي باش تكون في الصوره قد قال لي غنى انا والله ماذا بيا، قال لي باش انت تهضر ماذا بيا باش تتكلم ماذا بيا باش تبلغ هذه الافكار اللي راه عندك كذا، قال لي بصح المساله متعلقه بالاشهار فهمت. تم الاشهار لمصلحه من يجيبوك انت دوك لما تجيبوك انت يا تنتقد قال مثلا انت باسكو الانتقاد نتاعك انت ماشي كيما انتقاد نتاع الناس اللي يخدموا بهم، هما كم على بالهم باللي ما يأثروش في المجتمع على بالهم بهم صافي يديروا صافي انت الافكار نتاعك قادر لو كان تمر انت هذه الافكار تمر انت في قنوات فضائيه قادر تنوض فهمت، تسمى هما يخليوها يعطيك الصحة خليوها تمشي في الفيسبوك تمشي باليوتيوب تمشي بالشوية فهمت، ما يعطيولهاش هما البعد هذاك على جال باش هي تاخذ بعد وطني وتقدر تحرك ناس وتبين هما لا يخليو عليها هكذاك، تسمى راهم يتبعوا فيك بل حتى يديو الافكار تاعك ويسيو باش يحرفوها فهمت. انت تدير قال مثلا مؤتمر الجزائر هما يديروا له ندوة الوفاق يعطيو لها اسم واحد اخر ويسيو باش أيوة باش يدي فيديوها يسيو باش يدي فيديوها. المهم هما الناس هذو اللي راهم في وسائل الاعلام في القنوات الفضائيه والصحف هما انا كاين منهم اللي قال لي باللي المساله تتعلق بالاشهار، يعني لو كان انت تروح تفوت في قناه فضائيه الاشهار ينحيوه له، ولما ينحيوا له هو الاشهار خلاص وبالتالي هو راه يشوف فيك وراه يتبع فيك يشوفك وبصح ما يمي صافي ترى يشوفك مدخول برك يشوفك مدخول ما يشوفكش فكر سياسي ولا ثقافي يشوفك مدخول مالي يشوفك بنك هكا شوف نفس الوجوه تلقاهم يروح للشروق ولا النهار ولا نفس الوجوه قاعدين يدوروا تيبو يدور ما بين القنوات كيما هكا صح وتشوفوا يعني في برامج عندهم برامج وكاع تيبلو في جوج انت دوك مثلا نزل لك انت بن حمو اسماء مختلفه بن حمو هذاك والله هذاك خالد بو نجمه واش راح انت تفيد منه بلك يرحم باباك واش راح تفيد منه ما نتبعش نكذب عليك انا ما نقدرش نتبع المهم حتى في الخارج اللي هو دار حتى في الخارج انت في فرنسا 24 فرنسا 24 يروحوا عندهم هما هذوك مثلا عندهم توجه راهم يشوفوا فيك كاش من نهار انا مثلا عيطوا لك ما حتى هذو اللي راهم يدعي والمعارضه ولا والو من جهتين تسمى من جهه السلطه ومن جهه هذو اشباه المعارضه هذو والله ادعياء المعارضه
وحتى القنوات الخارجية يجيبوكم يجيبوك من أجل الخدمة. عيطولي مرة مرة عن طريق واحد هكذا صحفي ممكن بالك راهو الآن يتبع فيا في برنامج، كانوا يحبيني باش نهاجم بوتفليقة، فهمت؟ تسمى هما يجيبوا زوج، يجيبوا زوج تاعو، يجيبوا الهدف. هذه هي كيما راهم يديروا دوك، يقول لك انت اسكو انت راك مع مع مع, مع نزار ولا مع علي بالهاج، فهمت؟ يجيبوا لك هكا. كي تقول له انت انا مانيش معاهم في زوج، يقول لك لا، يقول لك هذا تسمى الفكره هذه ما تخدموش، ما تخرجناش. هو يجيب لك زوج، يجيب لك كيما راه انت اتجاه المعاكس، يجيب لك زوج متعاكسين لكن ما كانش راي وسط، ما كانش. وحتى ذوك المواطنين الاغلبيه نتاعهم للاسف الشديد طلت عليهم الحيله هذه، وصار هو ان يقول لك انت اخو انت فهمنا دوك راك مع العهده الخامسه ولا راك ضد، هذا راك تحمل على ربك. هذا واش كاين صح، هذه الامر اللي راه اللي راه كاين في الشارع الجزائري هنايا، راك مع العهده الخامسه ولا راك ضدها؟ ماشي راك عندك توجه اخر، واش من الفكره اللي عندك، واش من الرصيد اللي راه عندك، يا راك مع العهده يا لا لا. وكاين بعض الناس يقولوا مانيش مع العهده الخامسه ومشي مانيش ضدها، صافي عندي فكره واحده اخرى ومانيش مع هذو الناس اللي راهم كاين يضروك. ما تقنعوش، ما تقنعوش كيما هكا. ولكن احنا واش نقول، احنا نطلبوا الخير للبلاد وصايحنا، والله راه الامور يعني كيما يقولوا راهي على المحك، وان شاء الله ربي البلاد هذه سوقها يعني اخي يجيب لها يعني كيما نقولوا قائد يعني صح يقدر يوجه لها توجيه صحيح، واللي في اخر ربي يجيبها البلاد هذه وصاي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله نشكرك بزاف الاخ نور الدين، ربي يحفظك بارك الله، الله يبارك فيك. شكرا، الله يسلمك، شكرا، الله يسلمك. الهادي شوفوا ترى هذا الشينوي هذا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا اخ جمال هكذا، والله لبس الحمد لله، الله يبارك فيك. من راك تكلم فينا الاخ جمال؟ هذا فيسبوك مستعار كيما يقولوا. يا اخويا معليش يا سيدي، انا نحب نتعامل مع الاسماء الحقيقيه. ايه معليش. مش مشكله راه. لا لا هذا على بالك، على واش يعني حاب نحكي لك على على هذوك الجماعه، خاطر الموضوع حاب نوضح لك واحد الفكره برك. ها معليش تفضل. فكره تاع هذوك الجماعه اللي يدخلوا عليك في اللايف، راهم دي فوي هذوك راهم جماعه، هذوك سما مجموعه مراهقين، هذوك ما هم دراس ما والو، فهمت؟ ما دي راس ما هذوك. كان واحد الباجا فيها تسمى لي جون، يقودهم واحد يسموه سفيان قواوي. هذا عنده 31 عام وما عنده والو في حياته، ثم يديروا زدمات كما يقولوا، يديروا كما يقولوا زدمات على وكيف هوش وحدهم هما يمشي وراء واحد هكذا، عندهم هدف. الو الو الو. المهم يبدو انه الخط نتاعك راهو نمرر لواحد اخر. شوفوا هذا الأخ هذا دراجي، مرحبا بك الأخ. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. واش كاسي نور الدين لاباس؟ والله لاباس الحمد لله، ربي يبارك فيك. عاد تسمعني مليح؟ هاني نسمع فيك. من راك تكلم فينا الأخ؟ والله هاني احنا من جماعه اهل الباديه. ما شاء الله. وكش ما جبت لنا معك البن ومزامنه ولا والو؟ كاين كلش والله. على بالك قريب رقدت. خويا اسمح لنا عندي بقى. والله عندي واحد قريب فايت الساعه. على بالي واش دير تنتقل من واحد لواحد، سامحني برك. ندخلوا في الموضوع مباشره. آه.
ايوه تفضل. تفضل. يبدو انه راه الصوت من تاعك ما كانش. الو. آه للأسف الشديد. شوفوا ترى هذا هواري، ومن بعد نجيب لك الأخ أسامة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ هواري. كيرك خويا غاية لاباس؟ الله يبارك فيك، من اخويا تكلمت أنا انا الأخ؟ اخويا من الوهر الخويا. ما شاء الله، مرحبا. ولد زبان الله يرحمه. مرحبا بك يا خويا. شهيد زبان الله يرحمه. ربي يرحمه إن شاء حنا الله. تاش رانا باغيين، تاش رانا باغيين. انا باغيين يكملوها العهد الخامسة. رشحوه معليش خويا. هذاك تما باطل هذاك وتجي تشوف. سمعت خويا؟ كيفاش؟ حنايا هذاك باطل هذاك عبد العزيز بوتفليقة باطل. ما فهمتش. هم يقطعوا في التصاوير راه يعايروه. انا عيب عليكم كاع 40 مليون كاع عيب عليكم خويا. هذاك باطل هذاك. حنا ملي سقلينا هما يتالبونا في الرؤساء تاعنا والسياسيين تاعنا واللي عندهم في الراس كاع الجميع اللي عنده حاجه في الراس كملوا معاه. انتم تعرفوا نمو بوليتيك، ما تعرفوا بلي السياسه خارجيه هذه وزيد السياسه الداخليه تاعنا. بوتفليقة تغش في 2007 نهار اللي داروا بومبا في القصر قصر الحكومة تماك صاي زعما ما تزيدش تخدموا معاه. بوتفليقة غشوه، غشاته الحكومة كاع تاعنا غشاته. وتعرض شحال من خطرة للاغتيال، شحال من خطرة 2004 تاع في غيليزان. حنا ما حافظناش على الرؤساء تاعنا. حنا ولكن بالنسبة لينا اخ هواري، اخ هواري شوف دركا لو كان رانا في 2007 ولا في 2009 ولا ممكن الكلام تاعك هذاك يكون صحيح. حنا رانا في 2019. حاربونا سياسيين خويا حنا. إيه ولكن اسمح لي دوك حنا رانا في 2019 وهو دوك راهو في حاله يعني ماهوش هو اللي راهو يسير. دوك لو كان راهو هو اللي راهو يسير انا عندي باطل هذاك يا اخي الكريم. انا هذاك عندي باطل وانا هذاك انا قلت لهم انايا هودو في سطيف اخويا. هو قاعد يسطيف المجيده، سطيف المجيده هو يبغي سطيف. هودوه في سطيف وديروا له رقم تاعه، ديروا له 19 مارس 19 افريل 19 ماي، ديروا له الرقم تاعه 19 هذاك كيما زبان الله يرحمه كيما الهواري بومدين الله يرحمه النامي تاعه دوبلو لاز هواري بومدين بوتفليقه. وتعرفوا بلي امي تاعه لا كي قتلوا هذاك هذا يمرضوه، هذا يمرضوه عقليا. غير كل خطره يديروا له قطره، كل خطره يديروا له قطره. تعرفوا انتم هاد الصوالح، انت سياسي رومو تخمم لهاد الصوالح. حنا رانا في 40 عام رانا كيما هكا، البلاد راهي كيما هكا. تالبو شادي كاع تالبوهم. خلاص الوقت نتاعو، فهمت الاخ هواري بو بوتفليقة خلاص انتهى صافا. حنا معليش حنا رانا باغيين نفوتو عليه، صلي على النبي خويا. حنا باغيين نفوتو عليه 40 مليون، ما كاش اللي فوتي عليه. ماكش فاهمني خويا، حنا باين نخدموهم. تاكي باين نخدموهم راس الشعب هذا باش يفهم رسالة. حنا فوتو عليه بصح لا ما فوتوش عليه. حنا نرشحوه برك هذا مكان، مكاش 40 مليون مكاش لي فوطي عليه. رشحوه بان هودوه باش يريح مسكين. راك فاهم خويا اش راني نقول لك؟ انا راني باغي زعما يرشحوه معليش باش الافالات تموت معاه ديريكت. صاي كاش لي فوطي على افالان، بس حنا افال هذه نقلعوها كاع. صاي شبعوا اخويا، ها راه عندهم شركات راهم غايه صحاب افالان. طلقوها كاش، طلقوا حزب واحد اخر خويا يحكم البلاد. عطوها الالان دي ولا عطوها. راك معايا خويا؟ انا اللي باغي الافال تكمل معاه. رشحوه كاش لي فوطي عليه، هي افال تحبس. صاي خويا لاكم باغيين ديروا حاجه شابه، انا اللي باغي كاع الشعب يرشحه هو بصح ما كاش لي فوطي عليه. شكرا للاخ هواري. انا عندي كلام نزيد ترى نعاود نعطيك فرصة للأخ. للأسف الشديد الأخ الدراجي
يمكن شوش ما طبيت كش للأسف. شوفوا طر هذا الأسامة ونختم اللقاء هذا. شوفوا الأخ أسامة مالك؟ لا الله يا أسامة، يمكن اليوم راه لا كونيكسيون عندك، الويفي اللي راه عندك يمكن ضعيف. نتمنى هو أنه تطلع. زيد قلنا كاش كلمات ونختم على اللقاء. يا الله يا كريم. للأسف الشديد الأخ أسامة ما كانش. زيدو ترى زيدو نجربو معك ترى هذا الأخير ماتي. هاي وانت كيفاه صاحبي؟ طلعت ومن بعد وليت هبط. هاي لا كونيكسيون دير راي بالقطرة. اسمك دير لها البن. انا يتمت ماشي راي. جديد ما يمشيش في الفيبر. ايوا واش تحكي لنا بخصوص المشكل؟ شوف والله المشكل يا سي نور الدين راه مشكل تاع كفاءات وتمييع النظام للاشخاص وتهميشهم. سوا ديزون نهضروا على قائد الاركان، قائد الاركان عطاو له زوج قبعات خلط بيناتهم. عنده قبعه سياسيه وقبعه عسكريه. اللبس نورمالمون في الخطاب كيكون سياسي يهضر سياسي، كيكون عسكري يهضر كعسكري. القبعتين اختلطوا عليه. يا ودي خطيته ما ولا نتاع ما ولا نتاع سياسه ولا نتاع عسكر في زوج ما كانش. لا هذا راجع لهش، نحطوا في ناس غير اكفاء. غير اكفاء لا في الاسلوب الخطابي. هو داروا ثم باسكو مضمون وما يقدرش يروح يدير لك واحد دكتور يدير واحد كيما بيل جيت صالح اللي باش يتحكم فيه. فهمت هذه هي. دير واحد اللي يتحكم فيه. الو. المهم راه وقيلا يبدي راه عندك نفس المشكله نتاع قبيل هذاك. راه عندك نفس المهم الاخ الكريم. نشوفوا ترى هذا الاخ هذا ونختموا اللقاء هذا. يكون هذا الاخر ان شاء الله. ممكن ان شاء الله فرصه واحده اخرى رانا نزيدوا ان شاء الله ان سفيان. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. واش راك استاذ لاباس؟ الحمد لله. الله يبارك فيك اخويا، من راك تكلم فينا؟ انا نكلم فيك من ولايه غليزان. مرحبا بك اخويا وناس غليزان. الله يسلمك استاذ. هاو تفضل نهضر في الموضوع. هاو تفضل نهضر في الموضوع في صلب الموضوع. بون التصريحات اللي صرحوها سواء قائد اركان الجيش ولا عبد الملك سلال لا رئيس الحمله ولا بوشوارب اللي راه واش ما عندك لا كونيكسيون ضعيفة عندك.
الو، اخوات اسف جدا، كان فيه ضعف تاع الخط. المهم اتمنى هو ان رانا افدناكم ببعض التعليقات. نلتقي ان شاء الله في فرصة اخرى. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصبحوا على خير.